السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع محاضرة جديدة من محاضرات دورة الـ Voice over IP، تحديدا محاضرة رقم 5 في سلسلة المحاضرات الخاصة بدورة الـ Voice over IP. إحنا المحاضرة بتاعت النهاردة زي ما قلت لكم هي محاضرة طويلة، سواء كمادة علمية أو حتى كتطبيق للمادة العلمية دي، يعني المحتوى كبير شوية، فأرجو أن الناس يعني تفوكس معنا على قد ما تقدر، بحيث نقدر نغطي المحتوى وما نطولش قوي المحاضرة عن الوقت المقبول. حسب السكيدول اللي قدامنا دلوقتي، المفترض هنشوف السيستم بارامترز، وهو محتوى كتير، يعني حاجات كتير بالفعل المفترض نشوفها. احنا وقفنا في الايام اللي فاتت او الفترة اللي فاتت على اننا بالفعل نقدر نعمل اد لاند بوينت، وعملنا اد لاكستنشن، وشغلنا الاند بوينت والاكستنشن، وقدرنا نطلع نعمل منهم كول فلو، ونطلع منهم statistics، ونطلع نعمل عليهم شوية operation اللي هي day to day action اللي بيعملها اليوزر على الفونسيت بتاعته. لكن كنا قلنا ان احنا ضفنا extension end point بدون ما نفهم الايتمز بتاعتهم او ايه الفيلدز اللي احنا سواء الفيلد اللي احنا حطناها او الفيلد اللي سبناها تنزل بالdefault values. وابتدينا بالفعل ننزل او ابتدينا بالفعل نشرح ايه معنى بعض الحاجات دي، خاصة الفرق بين الاند بوينت وبين الاكستنشن. وكان ناقص ان احنا نشوف ايه بقية الفيلدز الموجودة في الاكستنشن وفي الاند بوينت على السواء. يعني احنا في الاكستنشن كان في فيلدز كتير ما تعرضناش لمعظمها، وفي الاند بوينت نفس الحكاية، في فيلدز كتير ما تعرضناش لمعظمها. فالنهاردة ان شاء الله هنشوف ايه الفيلدز دي وايه معناها وايه الجدوى من وجودها اساسا وايه اللي بتعبر عنه. لكن قبل ما نشوف الفيلدز دي خاصة في الاكستنشن وقبل ما نفهم معناها، احنا محتاجين نعدل الاول على جزء مهم جدا جدا من السيستم، وهو جزء السيستم بارامترز. السيستم بارامترز هي شوية بارامترز خاصة بالسيستم ككل، الفويس اوفر اي بي سيستم بشكل عام، مش ريليتد لاكستنشن، مش ريليتد لاند بوينت، مش ريليتد لترانك او كيو او اي ممبر موجود في السيستم. هي بارامترز بتاثر على طريقه عمل السيستم كله بشكل عام. فدي محتاجين نفهمها الاول او نعدي عليها بشكل في بعض التفصيل قبل ما نفهم الايتيمز او الفيلدز الموجوده في الاكستنشن وفي الاند بوينت، لان هي مش هنقدر نفهمها غير لما نفهم السيستم بارامترز. احنا لو رجعنا للمنيو كاتيجوري، زي ما قلنا في عندنا الكاتيجوري الاول اللي هو السيرفر، شايل بعض الكونفيجريشن الخاصه بالسيرفر ككل سواء لينكس سيرفر او فويب سيرفر. وقلنا الكاتيجوري الثانيه هي البي بي اكس، شايله كل الكونفيجريشن بتاعه البي بي اكس او التليفون سيستم بتاعنا، وريبورتس خاصه بالريبورتنج اللي احنا بالفعل شفناها. في جزء البي بي اكس في سب كاتيجوري اسمها السيستم. السيستم دي شايله كل السيستم بارامترز اللي احنا نقصدها. احنا طبعا شفنا منها بعض الحاجات، يعني شفنا منها النمبرنج بلان، واعتقد زي ما احنا فاهمين دلوقتي النمبرنج بلان هي فيتشر كودز او الاكواد اللي بقدر اطلبها علشان اكس فيتشرز الموجوده في السيستم. والاكواد دي طبعا زي ما هو واضح ان هي ريليتد للسيستم كله، يعني مش خاصه بيوزر او باكستنشن، هي اكواد بتطبق على السيستم ككل. وده معظم او ده كل المنيوز الموجوده في الكاتيجوري دي اللي هي كاتيجوري السيستم، هي options وconfiguration بتطبق على السيستم ككل. فنحاول نعدي عليها كده سريعا واحدة واحدة، ونشوف ايه fields الموجودة فيها وايه الباور اللي بتديها لي، لان الكاتيجوري دي كلها هي عبارة عن كنترول كامل على كل ما يتعلق بالسيستم او التليفون السيستم بتاعنا. فنبتدي نشوفها الاول وبعد كده نقول ملاحظاتنا على الكاتيجوريز دي. اول منيو عندي هي السيستم بارامترز، نفتحها مع بعض. سيستم بارامتر هلاقي فيها ثلاثة تيب. اول تاب اللي هي البيزك فيها بعض الفيلدز نشوفها واحده واحده. اول حاجه اللانجوج، عندنا اللانجوج المقصود بيها هنا البرومبتس لانجوج. برومبتس لانجوج دي بعض الفويس برومبتس الموجوده بيلت ان في السيستم، والسيستم بيعمل لها ران اوتوماتيك حسب الستيت اللي انا فيها وحسب المرحله اللي انا فيها في الكود. يعني على سبيل المثال لما برفع السماعه واطلب رقم انفاليد، فالسيستم بيشغل بارامتر موجود فيه بيقول لي انفاليد كود، لما بطلب او انفاليد ديستنيشن، لما بطلب خط ويكون الخط مشغول بيقول لي اكستنشن از بيزي او اكستنشن نو انسر، حسب الكول فلو وحسب الستيت او النقطه اللي انا فيها في الكول اكتيفيتي بتاعتي السيستم بيشغل البرومبتس المناسب. طبعا الناس اللي اشتغلوا بالاسترسك بيزد سيستمز، السيستمز اللي هي بيزد على استرسك زي ايزابيل وزي الاستكس زي الفري بي بي اكس،
هيعرفوا ان في ستاندرد برومبتس موجوده في الاسترسك سيستم بشكل عام، برومبتس كتيره موجوده بلغات كتير وحاجات ستاندرد بيستخدموها السيستمز كلها. الحقيقه احنا هنا في سيستم زندا لينا برومبتس خاصه بينا، لان يعني زي ما بدانا نشوف ان الاستراكشر والكور بتاع السيستم بتاعنا مختلف شويه عن باقي الاسترسك بيزد سيستم، وبالتالي لينا برومبتس خاصه بناء على الاستراكشر بتاع السيستم بتاعنا. السيستمز الثانيه فيها برومبتس زي ما قلنا بلغات كتير، احنا ما عندناش حاليا غير لغتين فقط للبرومبتس هم الافيلابل، لكن المهم بالنسبه لي ان منهم العربي. يعني اعتقد الاسترسك بيزد سيستمز كلها اعتقد ما فيهاش برومبتس عربي، فاحنا فيها حاجات كتير، فيها ايطالي فرنساوي الماني انجليزي ولغات كتير، لكن مش منها العربي. فاحنا عندنا لغتين بس للبرومبتس، انجليزي وعربي، واعتقد اللي يهمنا بالدرجه الاولى ان احنا عندنا عربي بالفعل. طبعا وارد بعد كده ان يبقى في برومبتس بلغات تانية هنبتدي نضيفها وهتسمع معانا على السيستم، لكن حاليا في تو سيستم برومبتس، في انجلش برومبتس وفي عربي برومبتس. هنشوف قدام شويه في المحاضره دي ازاي بستخدم دي وازاي بستخدم دي. الايتم الثاني في البيزك كونفيجريشن عندي ريكوردنج فورمات. احنا طبعا كفويب سيستم احنا بنسجل المكالمات، فالمكالمات بتتسجل بالديفولت بويف فورمات. احنا قلنا الويف هو عباره عن بلين اوديو ما فيش عليه اي كومبريشن او اي كودك متطبق عليه، وبالتالي الويف فايل بيبقى حجمه الى حد ما كبير. احنا عارفين ان حجم الاوديو قلنا ان هو 128 كيلو بت بير سكند، يعني لو قسمناه على 8 احنا بنتكلم 128 على 8 فيها كام؟ تقريبا 16 كيلو بايت، يعني كل ثانيه صوت بتتخزن في 16 كيلو بايت على الهارد ديسك او الاستورج ميديا بتاعتي، وبالتالي الحجم الى حد ما كبير شويه. فاحنا عندنا هنا تو فورماتس بقدر اختارهم للتسجيل، الويف اللي هو اللي احنا عارفينه، وفي انكريبتد فورمات مشهور قوي اللي هو الام بي 3. الام بي 3 حجمه هنا 1 على 8 من حجم الويف، يعني لو انا في السيرفر بتاعي موفر ريسورس وموفر هارد ديسك حسب الفلو بتاع الكول وتوقعي لحجم المكالمات وعددها والافريج ديوريشن بتاع المكالمه مثلا، عامل حساب ان انا موفر ريسورس تكفيني 4 شهور تسجيل. الكلام ده لو انا بستخدم الويف. لو انا هستخدم الام بي 3 نفس الريسورس دي هتكفيني 4 شهور اضربها في 8 يعني 32 شهر، يعني تقريبا بنتكلم في 3 سنين. فطبعا يعني واضح قوي الفرق الرهيب في الريسورس يوزج بتاعتي. طبعا نظريا الكواليتي بتاعت الويف اعلى بكتير من الام بي 3 لان هو البلين اوديو مش معمول له اي كومبريشن او اي كودك، لكن فعليا مفيش فرق قوي في الكواليتي بين الاثنين. يعني انت لو سمعت الويف وسمعت الام بي 3 بودانك صعب قوي انك يعني تطلع الفرق او تشوف اي دروب في الكواليتي. فعمليا اعتقد يعني احنا في الغالب هنستخدم الام بي 3 في الريكوردنج علشان نوفر ريسورس، واحنا في الغالب ما بنفقدش حاجه من الكواليتي. برضو يعني حسب اللي انا شفته، انا ما اعرفش المعلومه دقيقه ولا لا، اعتقد بقيه الاسترست بيزد سيستم فيها فورمات، اعتقد فيها الويف، فيها الجي 711، فيها كذا فورمات، لكن ما اعتقدش منهم الام بي 3 بيلت ان. فاحنا هنا عندنا ويف وعندنا ام بي 3 بيلت ان للريكوردنج فورمات. في بعد كده الفيلد اللي بعد كده هو اللوكال اريا كود. اللوكال اريا كود ده انا طبعا هتصل بعملاء، وفي عملاء هيتصلوا بينا لما نشغل الترانك بعد كده، في مكالمات خارجيه هتيجي من بره عملاء بيتصلوا. فسي ان احنا في القاهره دلوقتي، فاي عميل بيتصل بيا من رقم لوكال، رقم داخل القاهره، فالكولر اي دي بيجي لي بادئ ب 02 اللي هو اللوكال اريا كود بتاعنا. فده الرقم اللي بيجي لي والرقم اللي المفترض هيتعمله بروسيس وهينزل عندي في الداتابيز وفي اللوج بعد كده. فانا لو عايز كل اللوكال نمبر، انا طبعا لما باجي اسجل رقم عميل في الغالب ما بسجلوش باللوكال اريا كود، يعني لو هو موبايل بحط الكود، لو هو في محافظه بحط الكود، لكن لو هو لوكال معايا في الريجن بتاعتي انا بحط الرقم على طول بدون كود، وبالتالي انا عايز الرقم اللي يجي لي لو في لو هو لوكال وبادئ بالاريا كود، انا عايز الاريا كود يتشال قبل ما السيستم يعمل له بروسيسنج ويسيبه في الداتابيس. ففي الحاله دي انا بحط الاريا كود بتاعتي. دلوقتي لو اي عميل اتصل ورقمه بادئ ب 02 فالسيستم بيشيل 02 من الرقم قبل ما يبتدي يعمل بروسيسنج للرقم. طبعا انا لو في مكان غير القاهره في اسكندريه مثلا هحط هنا 03، في اي محافظه ثانيه بحط اللوكال اريا كود بتاع المحافظه علشان السيستم يفرق بين الرقم اللوكال قبل ما ابتدي اسجله في الداتابيس. طبعا انا لو ما حطيتش حاجه خالص مفيش اي مشكله، لكن الرقم زي ما هيجي لي زي ما يتحط في الداتابيز. لو في القاهره هيجي لي بادئ ب 02 وهيتسجل بالكود اللي هو 02. نيجي بعد كده للنوت ريدي ريزن. شفنا في المحاضره اللي فاتت ازاي اليوزر من الفون بتاعه يقدر يعمل ريدي ونوت ريدي.
يعني احنا لو نرجع للنمبرنج بلان، قلنا ان علشان اخلي نفسي ريدي ده الكود بتاعها بالفيتشر كود نجمه 72، بعد كده بحط 0 اللي هو النوت ريدي كود، 0 يعني ريدي، يبقى نجمه 72 0 معناها ريدي، نجمه 72 1 معناها نوت ريدي. في الحقيقه هو نجمه 72 0 معناها ريدي، نجمه 72 اي كود تاني غير الزيرو معناها نوت ريدي، يعني لو 1 او 2 او 3 او 4 او وات ايفر ايه الكود اللي انا بحطه، فهو السيستم بيفهمه على طول ان ده نوت ريدي، طالما مش زيرو فبيفهم ان هو نوت ريدي. فانا كده بقدر اخلي نفسي ريدي او نوت ريدي. لكن لو قلنا احنا لا عايزين الناس تبقى نوت ريدي، بس عايزين تبقى نوت ريدي بستيتس محدده ومعينه علشان نقدر نتراك عليهم، يعني انا واحد رايح الحمام عايز اعرف ان ده نوت ريدي علشان رايح الحمام دبليو سي، واحد رايح يصلي عايز اعرف ان هو رايح يصلي، كل دول نوت ريدي، لكن انا عايز احدد النوت ريدي ستيت بتاعته عامله ازاي. في الحاله دي انا باجي هنا عندي تو ستيت بيلت ان اللي هم الريدي والنوت ريدي، الزيرو وال1، الريدي والنوت ريدي. لو عايز اضيف بقيه الستيت اللي عايز اليوزرز بتوعي يستخدموها هبتدي اضيفها من هنا، يعني على سبيل المثال دبليو سي اكتب دبليو سي اد براينج مثلا، براينج اد لانش مثلا او بريك لانش اد، فكل الستيتس اللي انا عايزها تبقى موجوده بضيفها هنا على السيستم، وكل ستيت بيبقى واخد كود، يعني احنا بنبدا من زيرو يبقى زيرو معناها ريدي، واحد نوت ريدي، 2 دبليو سي، 3 براينج، 4 لانش، وهكذا كل الاكواد اللي انا بضيفها. طبعا الاكواد او الفاليوز دي بعد ما بضيفها افترض بطلعها في تيبل كده واوزع التيبل ده على اليوزرز عشان يبتدوا اليوزر يعرفوها ويستخدموها. يبقى في الحاله دي لو يوزر هيقوم يروح الحمام يبقى يطلب نجمه 72، وبدل ما يطلب 1 لا يطلب 0 1 2، يبقى نجمه 72 2 هينزل نوت ريدي وهيكتب لي جنبه ان هو دبليو سي للسيت بتاعتي دي. نجربها كده مع بعض سريعا. هو كده الفون بتاعي اشتغل وبقى ريدي زي ما ظهر عندي على السيت في السكرين ان هو ريدي. لو عايز اخليه نوت ريدي قلنا نجمه 7 2 وكان 1 عشان نوت ريدي، لكن 2 هيديني دبليو سي، نكتب 2 واقول له داير. فكتب لي هنا في السيت بتاعتي زي ما وضع على الشاشه دبليو سي، يعني هو دلوقتي بقى نوت ريدي وفي السيت دبليو سي. لو رجعت ريدي تاني طبعا ممكن هنا باستخدام الكودز او باستخدام البوتون على طول، يعني اكليك على دبليو سي هيديني هنا كل الستيتس عندي جاهزه، فاختار الستيت بتاعي ريدي. فكده انا دخلت في دبليو سي وبعد كده رجعت تاني من دبليو سي بقيت ريدي. طبعا الدبليو لو عملت اي ستيت تانيه من هنا سي براينج مثلا واوكي فكتب لي الستيت براينج، كل الستيتس دي بتتجمع في النوت ريد ستيت، لكن بيبقى نازله كل ستيت لوحدها. انا بقدر اعرف مثلا في خلال شهر اليوزر ده والاكستنشن ده عمل او قعد قد ايه متوسط في دبليو سي، قعد قد ايه في البراينج، قعد قد ايه في اللانش، كل ستيت بالافريج او التوتال تايم بتاعها. طبعا الكلام ده بيهم قوي السوبرفايزر في موضوع المونيتورنج والتراكنج على الاكستنشن. في نفس الوقت لو السوبرفايزر عنده لايف داشبورد شغاله قدامه لايف داشبورد، فبيبقى شايف الراجل النوت ريدي ده نوت ريدي في اي ستيت وبقى له قد ايه في الستيت دي. طبعا برضو علشان اوضح النقطه دي انا هنا باكتف نفسي نوت ريدي وريدي، فبيجي لي كول او ما بيجيليش كول، لكن علشان ابتدي تراكنج الستيت الاكشوال ستيت واطلع ريبورتس عليها ده بيبقى في الكوميرشال اديشن مش في الفري اديشن. فانا هنا بفعل ريدي والنوت ريدي بكل الستيت بتاعتها، لكن علشان اطلع عليها ريبورتنج او تراكنج بيبقى في الكوميرشال اديشن. كامل مع بعض. فانا هنا بضيف كل الاكواد زي ما انا عايزها. نفس الحكايه في حاجه ثانيه اسمها الكول كلاسيفاي، احنا يمكن كانت موجوده في النمبرنج بلان وعدينا عليها ما اتكلمناش عليها، هي كانت الكول كلاسيفاي. نشوف الكول كلاسيفاي، الكود بتاعها نجمه 5 3، بعد كده احط الكلاسيفاي اي دي، يبقى اثناء المكالمه اطلب نجمه 5 3 والكلاسيفاي اي دي اللي هو الاي دي اللي احنا هنحطه هنا، فالكول كلاسيفاي بتتفعل. ايه بقى الكول كلاسيفاي دي؟ سي ان دلوقتي في الشغل بتاعنا او السوبرفايزر مع مجموعه الايجنت بتوعه اتفقوا مثلا احنا عملنا دلوقتي كامبين، عملنا اعلان، فهتبتدي تجي لنا مكالمات من الاعلان، فاحنا عايزين نحدد المكالمات دي نقسمها لثلاث كاتيجوري او ثلاث انواع، يا اما المكالمه سكسس مثلا او سكسيدد مكالمه ناجحه، يعني العميل اتصل وسال وخد المعلومه بتاعته وهيبتدي ياخد اكشن، هقول على المكالمه دي انها مكالمه ناجحه، يا اما مكالمه فيلد مكالمه وقع مثلا او ما نجحتش غير ناجحه، مش عايزين نقول فاشله، يعني العميل ما خدش الخدمه بتاعته او العميل مش راضي عن السيرفيس، او العميل احنا عارفين ان هو او انا عرفت يعني ان هو خلاص هو اتصل وهيقفل ومش هيتصل بينا تاني، هقول عليها مكالمه مثلا فيلد.
او حد اتصل برقم غلط. فسي ان دول الثلاثه الكاتيجوري اللي عايز اقسم بيهم المكالمات. فانا هاجي هنا في الكول كلاسيفاي وهكتب الثلاثه كاتيجوري دول، يعني هكتب مثلا سكسس هيد واكتب فيل واكتب رونج نمبر مثلا، اي كاتيجوري. سي ان هم الثلاثه دول طبعا الاكواد بتاعتهم بادئه بزيرو، يعني زيرو معناها سكسس، واحد معناها فيل، اثنين معناها رونج نمبر. في الحاله دي الايجنت بتاعي وهو بعد ما يرد على المكالمه واثناء المكالمه هو بيحدد المكالمه دي من اي كاتيجوري، وهو اللي بيحط الكاتيجوري بايده. يعني لو جه حس ان المكالمه دي ناجحه وعايز يقول ان المكالمه دي ناجحه، فاثناء المكالمه هيطلب كده نجمه 531 اللي هو 0 اللي هو الكود بتاع السكسس شباك. يبقى ديورنج الكول هيكتب نجمه 530 شباك، السيستم اوتوماتيك هيحط فلاج كده على المكالمه دي ويكتب جنبها انها سكسس. نجمه 531 شباك هيكتب جنبها انها فيل، نجمه 532 شباك هيكتب جنبها انها رونج نمبر. طبعا الكلاسيفاي ده بيسمع عندي في الريبورت. احنا لو جينا نبص على الريبورت حتى في الفري ريبورت، لو جينا مثلا نقول المكالمات السابقه اي ريزلت، يعني كان في من ضمن الفيلدز بتاعه المكالمات حاجه اسمها الكلاسيفاي. فوانس ان انا الايجنت بتاعي حط كلاسيفاي على المكالمه، فهتنزل الكلاسيفاي هنا في الخانه دي، فانا اقدر اعرف الكول السكسس والكول الفيل طبعا بناء على الكلاسيفاي اللي احنا حطيناها واتفقنا عليها، او اقدر افلتر بيها اصلا. يعني هنا مش عارف في الفري في فلترنج بالكلاسيفاي ولا لا، لا مفيش فلترنج بالكلاسيفاي، لكن على الاقل بقدر بتطلع لي في الريبورت ريزلت واخدها في الاكسل واقدر انا افلتر بيها بالاكسل، او لو انا عندي الكوميرشال اديشن طبعا اكيد بقدر افلتر بالكلاسيفاي وبقدر اعمل ستاتستكس بناء حتى على الكلاسيفاي نفسها زي ما هنشوف في اخر محاضره في الدوره الجزء بتاع الكوميرشال اديشن. انا كده شفت الكول كلاسيفاي والنوت ريد ريزون. نيجي على التاب الثانيه اللي هي شايله التايمرز. التايمرز دي عباره عن شويه تايمنج فاليو بتحدد عمل السيستم او بعض الحاجات في السيستم. على سبيل المثال في عندي حاجه اسمها الفيرست ديجيت تايم. الفيرست ديجيت تايم دي انا مثلا لما بطلب اكستنشن ويكون الاكستنشن بيزي مشغوله، فالسيستم بيرجع لي كاستم برومبت او سيستم برومبت بيقول لي ذا اكستنشن از بيزي، وبيبتدي يديني اختيارات to wait press 1 مثلا، to override press 2، to whisper press 3، to override press 4، to whatever ايه الاوبشن اللي هو بيديها لي. فهو بيديني اوبشنز، والمفترض بعد ما يخلص رصه الاوبشنز دي يستناني وقت علشان ادخل السليكشن بتاعي. فهو ده المقصود بالفيرست ايج تايم، هيستناني قد ايه علشان ادخل الانتري بتاعتي. طبعا انا لو قالها مره وانا ما استجبتش او ما دخلتش حاجه فبيستنى الخمس ثواني دول، وبعدين يبتدي يعيدها مره ثانيه ويستناني برضو الخمس ثواني اللي هي الفيرست ديجيت تايم، ويعيدها مره ثالثه وهكذا لحد عدد المرات اللي احنا محددينه. بعد كده السيستم بيقطع المكالمه. فدي ده المقصود بالفيرست ديجيت تايم. في زيها حاجه اسمها الانتر ديجيت تايم. على سبيل المثال انا دي كده اول ديجيت بدخلها بعد قد ايه؟ طيب بعد اول ديجيت لو انا مثلا السيستم مستني مني انتري، يعني مثلا بكلم اي في ار فقال لي ادخل الرقم الداخلي، الرقم الداخلي ده مثلا رقم اكستنشن 105 106، فهو مستني مني ديجيتس محدده. فانا دخلت واحد وسكت، فالسيستم يعني هو هيعرف منين ان انا دخلت ان انا عايز ادخل واحد بس او لسه بدخل رقم اكستنشن كامل، فمستني مني ديجيت تانية. هو بالطبيعي بيستنى بين الديجيت والديجيت، انا بقول له استنى 3 ثواني. فانا لو دخلت واحد السيستم بيستنى 3 ثواني يسمح لي ادخل الديجيت اللي بعد كده، لو ما دخلتهاش بعد الثلاث ثواني بيعتبر ان انا الواحد ده هو ده الديجيت اللي انا عايز ادخلها وبيبتدي ياخد عليها الاكشن. احنا زي ما شفنا تطبيق الحته دي في الهولد، احنا قلنا ديورنج الكول لو عايز احط المكالمه في الهولد بضغط نجمه نجمه، لكن زي ما قلنا بعد النجمه الثانيه الاكشن ما بيتاخدش. ليه ما بيتاخدش؟ لان السيستم بيستناني، لازم يستناني الثلاث ثواني بعد الديجيت علشان يشوف انا عايز ادخل ديجيت ثاني ولا مش عايز. فلو ما دخلتش ديجيت خلاص بيعتبر ان انا النجمه نجمه اللي انا ضغطتها هي دي الديجيت بتاعتي، ويبتدي ياخد الاكشن. وقلنا علشان اتجاوز الحته دي لو عايز الاكشن يتم بسرعه فبضغط نجمه نجمه واضغط شباك، هو بالنسبه له في الكيس دي شباك وبيعتبرها انتر، فما بيستناش الثلاث ثواني دول. طبعا انا بقدر اغير في الوقت ده والوقت ده زي ما انا عايز حسب اليوزج وحسب الاحتياج، بس طبعا الاحظ يعني او اراعي ان ما يبقاش ده مساوي لده ولا اكبر منه. يعني ما ينفعش الانتر ديجيت يبقى اكبر من الفيرست ديجيت او التوتال ديجيت اللي بدخل فيه الديجيتس كلها. في بعد كده حاجه اسمها الدروب ستيتس تايم. احنا اتكلمنا على الدروب في لما شفنا الريبورتنج، قلنا من ضمن الستيتس بتاعت الكول في الانسر والنوت انسر وي وي وي، وفي منها الدروب. قلنا الدروب ده يعني الاكستنشن بتاعي جات له مكالمه بالفعل وهو بالفعل رفع رد على المكالمه، المفترض اول ما يرفع
فالمكالمه كده بقت انسر، لكن وارد انه يرفع ويقفل في وش العميل. فانا لو عايز امسك الحته دي هاجي هنا اقول له الدروب ستيتس تايم 10 مثلا. في الحاله دي لو الايجنت بتاعي رفع وقفل في اقل من 10 ثواني الوقت اللي انا حاطه هنا، انا بقول للسيستم ما تكتبش المكالمه دي انها انسر، لا اكتبها لي دروب. فدروب دي معناها ان الايجنت رفع بالفعل ورد لكنه قفل في وقت سريع. طبعا ال 10 دول ممكن اخليهم 5، ممكن اخليهم 15، اب تو مي واب تو الكاستمر، وممكن اخليهم صفر. في الحاله دي مش هتطبق موضوع الدروب، واي رفعه للسماعه السيستم هيعتبرها انسر حتى لو رفع وقفل في نفس اللحظه. فدي كده يوزج انا يعني بفعلها حسب الاحتياج وحسب الكاستمر نيد. في بعد كده ريكول تايم، في اول حاجه الهولد ريكول افتر. احنا قلنا انا بقدر احط الكول اللي معايا في الهولد، نجمه نجمه شباك، المكالمه بتتحط في الهولد. طب افرض انا حطيت المكالمه في الهولد وقفلت وسبت المكالمه، اكيد السيستم يعني مش هينام على المكالمه اللي في الهولد. في حاجه اسمها هولد ريكول افتر، هي الديفولت هنا 60 سكند، معنى كده ان لو حطيت المكالمه في الهولد وسبتها بعد 60 ثانيه السيستم بيرجع لي المكالمه على الاكستنشن از هولد باك، بيديني الارم كده على الاكستنشن بتاعتي ان في مكالمه هولد باك راجعه لي، لو رفعت بلاقي الكول معايا على طول بيرجعها لي. طبعا انا ممكن ازود الوقت ده او اقلله حسب النيدز بتاعتي. زي ما كان في هولد وبريك، في برضه بارك، في برضه كول بارك او بارك ريكول افتر. برضه لو حذفت المكالمه في البارك برضه لازم اقول للسيستم تشيك عليها بعد قد ايه علشان ما اسيبهاش في البارك وانساها، فبعد الوقت اللي انا حاطه هنا يبتدي السيستم يرجعها لي لصاحب المكالمه على الاكستنشن بتاعته از كول باك. لو رفعت بلاقي بيبقى يعني الاكستنشن بتديني جرس، ولو في سكرين بيكتب لي كده ان دي كول باك ورقم المكالمه، برفع السماعه المكالمه بيجي على السماعه بتاعتي على طول، برضو بزود التايم وبقلله حسب النيد. في بعد كده التاسك، التاسك دي مثلا عندنا البيزي كول باك ويت. لو انا بتصل باكستنشن والاكستنشن بيزي، السيستم قلنا بيديني اوبشنز عشان اختار منها، من ضمن الاوبشنز بيقول لي تو كول باك بريس 6 اعتقد، انا مش فاكر الرقم كام، ممكن تجربوها وتسمعوا المنيو وتشوفوا ترتيب الارقام كام، لكن بيقول لي تو كول باك بريس 6. ايه كول باك ده؟ الاكستنشن اللي انا بكلمها هي اكستنشن بيزي، فمن ضمن الحاجات السيستم بيقول لي طيب لو عايز تقفل وانا هراقب لك الاكستنشن واول ما تفضى هديك الارم دوس 6. ده المقصود بالكول باك. فانا لو ضغطت 6 فالسيستم بيروح قافل المكالمه اللي معايا، يقطع معايا المكالمه ويبتدي عينه على الديستنيشن او الاكستنشن اللي انا اتصلت بيه ده، هو مشغول يبتدي مراقبه. اول ما الاكستنشن ده يفضى يروح السيستم مديني انا تليفون او مديني رينج على الاكستنشن بتاعتي ومكتوب عليه رينج باك ان الاكستنشن دي فضيت، فلو رفعت السماعه بيروح تليفوني على طول متصل بالاكستنشن دي. دي كده اسمها الكول باك. طيب الكول باك ده لان يعني بيستخدم سيستم ريسورس، السيرفر يبتدي يمونيتور على الاكستنشن عشان يراقبها، اكيد مش هيفضل يراقبها الى ما لا نهايه، يعني انا مش هفضل ساعه مراقب الاكستنشن علشان يديني الارم، ممكن اكون انا نسيت الموضوع اصلا. فانا هنا بقول له افضل راقب المكالمه لمده قد ايه؟ يبقى انا قايل له 180 ثانيه على سبيل المثال، يبقى هو لمده 3 دقائق يفضل عينه على الاكستنشن عشان يشوفها فضيت ولا لا. لو فضيت اثناء التايم ده اثناء ال 180 ثانيه يبتدي يعمل موضوع رينج باك ويديني الارم ويبتدي يوصلني بيها. لو عدى 180 ثانيه والاكستنشن لسه مشغوله خلاص هو بيكنسل الريكوست بتاعي وبيبتدي يفضي الريسورس بتاعته. في حاجه اسمها الكول ويتنج انترفال، احنا شفنا الفيتشر بتاعت الكول ويتنج ان انا اتصل باكستنشن يبقى مشغول، لو هو مفعل الويتنج فانا بيقول لي تو ويت بريس 1 مثلا، فبريس 1 ابتدي انا اسمع رينج باك كان الطرف ده مش مشغول وهو يسمع الارم نوتيفيكيشن الارم في السماعه بتاعته. طيب كل فتره بيسمع الالارم ده، الفتره دي قد ايه؟ فهي بالديفولت مثلا كل 10 ثواني، لا ممكن اخليها كل 20 ثانيه، كل 30 ثانيه، اب تو مي واب تو الكاستمر بتاعي. اوكي؟ في بعد كده اللوج، اللوج ده عباره عن تريسنج ل الاكشنز اللي بتتم في السيستم، احنا اكشلي بنستخدمه في حاله الديباج، يعني لو في ايشو في السيستم او في مشكله فابتدي ارجع للسيستم لوج علشان ابتدي اتابع اللوج ده واشوف ايه المشكله اللي بتحصل ويعني ايه الكول فلو، واحاول يعني اديتكت المشكله حصلت فين او ايه سببها، ممكن يبقى فيه كونفيجريشن غلط، ممكن يبقى فيه وات ايفر ايه السبب بتاعها. اللوج ده له ليفل، يعني السيستم بالطبيعي بيكتب لوج لكن له ليفل، يعني على سبيل المثال لو قلت اول ده كل اللوجز بتتكتب، عدد كبير جدا من اللوج بيتكتب كل الديتيلز، لو نزلت شويه قلت له ديباج بيقلل الديتيلز بتاعت اللوج شويه، لو قلت له ريليز وده الديفولت بيقللها شويه، لو قلت له فيلير، لو قلت له ايرور، طول ما انا نازل بيقلل الليفل بتاع
الايرور شويه. بالمناسبه اللوج ده انا بقدر اشوفه على طول من هنا، يعني هنا في تولز هنشوفها في المحاضره بتاعت السيرفر اعتقد في الاواخر، في حاجه اسمها السيستم لوج. انا بيبقى في عندي اكتر من سيرفر، اكتر من سيرفيس هنشوفهم. انا اللي يهمني دلوقتي الزندا سيرفيس اللي هي الكول مانجر بتاعي، ده اللوج اللي بيحصل عندي. فسي مثلا دي مكالمه، فبتدي اتريس ايه اللي بيحصل اثناء المكالمه، راحت فين وعملت ايه وايه اللي اتنفذ عليها. طبعا يعني علشان تفهم اللوج ده لازم يبقى عندك بعض الاكسبيرينس، او يعني لو يعني في مشكله عندك واحنا نقدر نساعدك فبنبص معاك على اللوج ونحاول نشوف ايه سبب المشكله. اوكي نرجع تاني للسيستم بارامترز. احنا كده خلصنا السيستم بارامترز، واضح طبعا من معناها ومفهومها انها بارامترز بتاثر على عمل التليفوني سيرفر بشكل عام، مش ريليتد لممبر معين. دي كده اول حاجه. احنا شفنا برضو قبل كده، شفنا نمبرنج بلان، خلاص مش محتاجين نتكلم عنها تاني. في حاجه مهمه تاني محتاجين نشوفها برضو قبل ما نروح للاكستنشن، وهي الميوزك هول. احنا قلنا لما بحط عميل او بحط الطرف اللي معايا في المكالمه في الهول، اللي هو نجمه شباك اثناء المكالمه، بيتحط في الهول وبيسمع ميوزك. فين الميوزك دي؟ انا لو جيت هنا على الميوزك هول هلاقي في حاجه اسمها هولد ميوزك كلاس. في بالديفولت في ديفولت كلاس موجود، والكلاس ده شايل شويه ملفات ميوزك، يعني بالديفولت موجوده بيلت ان شويه ملفات ممكن نعمل لها بلاي حتى. تمام، ده فايل، وفي فايل تاني، في فايل، في اكتر من ملف موجود، دول كلهم متجمعين تحت حاجه اسمها هولد ميوزك كلاس، وده الديفولت هولد ميوزك. فاي حد حاليا انا بحطه في الهولد بيبتدي يسمع الملفات دي بالترتيب بتاعها كده، يعني يسمع الملف الاول لحد ما يخلص، يبتدي يدخل على الثاني على الثالث على الرابع وهكذا. طبعا ممكن يعني امسح ملفات او احمل ملفات زي ما انا عايز، او ممكن اعمل هولدنج كلاس ثاني خالص، يعني مثلا اسمي ده سيلز مثلا، اد ميوزك هولد ام او اتش اختصار ميوزك هولد كلاس. اضفت حاجه اسمها سيلز كلاس في الميوزك هولد وهي فاضيه بالديفولت، اقول له ابلود، احمل انا فيها الملفات بتاعتي وابتدي اختار الملفات اللي احمل منها. على سبيل المثال الملف ده مثلا، واقول له اوبن، فانا كده عملت ابلود للفايل نفسه، ممكن اعمل له بلاي. فانا بجهز الهولد ميديا بتاعتي وبحملها على السيستم في الكلاس اللي انا محتاجه او الكلاس اللي انا بعمله، وهنشوف قدام شويه في المحاضره دي ازاي بستخدم الكلاس دي وبوزعها على اليوزر المختلفين. الاحظ بس ان اي اوديو فايل هحمله على السيستم او هستخدمه على السيستم ليه فورمات محدد. يعني اولا لازم يبقى ويف فورمات، بلين ويف فورمات، يعني 128 كيلو بت بير سكند، يعني السامبلنج ريت 8000، البيتس 16، الشانل مونو، يبقى ويف فايل 128 كيلو بت بير سكند، يعني 8000 سامبلنج ريت 16 بت مونو شانل 1 شانل. دي الفورمات اللي هي سبورتد في السيستم. في اي اوديو فايل عندي اسجله من اي مكان زي ما انا عايز، بعد كده ابتدي اظبط الفورمات بتاعته باي اوديو اديتور او اي اوديو كونفرتر. حاجات كتيره موجوده اونلاين فري، وحاجات يعني ابلكيشنز، الموضوع سهل جدا. اظبط الفورمات بتاع الفايل ويبقى الفايل بعد كده واسميه بالاسم اللي انا عايز اسميه، وابتدي اعمل له ابلود في المكان اللي انا عايز اعمل له ابلود. هنشوف يعني على طول قدام ازاي بستخدم الميوزك هولد كلاس، لكن انا كده بقدر اظبط او اتحكم في الهولد ميوزك بتاعتي. في حاجه تاني برضو عايزين نبص عليها قبل ما نروح للاكستنشن، ودي حاجه بقى مهمه جدا 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 جدا، وهي اسمها التنت. احنا بس نلاحظ ان تقريبا الطريقه او الاستراكشر اللي احنا ماشيين بيه في جزء السيستم كله، هو اعتقد يعني مش هنلاقيه موجود بالشكل ده في اي فويب سيستم، خاصه الاسترسك بيست، لان الجزء ده احنا مستعيرينه كله كده بالكونسبت بتاعته بالمايند سيت بتاعته من البي بي اكس، تراديشنال بي بي اكس، الحاجات الباناسونيك وحاجات الافايا والسامسونج والان اي سي، التراديشنال بي بي اكس القديم هو شغال بالكونسبت ده. واحنا الكونسبت ده لقيناه كونسبت مهم جدا وفليكسبل جدا ومفيد جدا وباورفول جدا، وبالتالي يعني احنا خدناه زي ما هو وطبقناه عندنا في الزندا سيرفر بتاعنا، فما اعتقدش هتلاقيه في الاستكس او ايزابيل بالشكل ده، خاصه الجزء بتاع التننت ده. ايه هي التننت؟ التننت نعتبرها هي وركينج اريا داخل السيستم. يعني انا لو رحت شركه
وهبتدي اعرف الاكستنشن وابتدي اعرف الريسورس والترانك والكيو وكل الحاجات دي، مفيش اي مشكله والدنيا شغاله بيس عادي وكل الناس بتشوف بعضها وكل الاكستنشن بتتصل ببعضها. طيب لو رحت مكان وهنزل فيه السيرفر بتاعي ولقيت المكان ده فيه شركتين، يعني ممكن هو مبنى واحد او اونر واحد او منظمه واحده، لكن داخليا فيه شركتين منفصلين، كل شركه ليها ريسورس بتاعتها، ليها الاكستنشنز والموظفين بتوعها، وليها حتى الرولز بتاعتها، ليها مواعيد العمل. يعني في شركه بتشتغل السبت، في شركه اجازه السبت، شركه بتشتغل من 9 ل 5، شركه ثانيه بتشتغل من 10 ل 6، يعني بالظبط كانهم شركتين منفصلين. فلو انا عايز سيرفر واحد يهاندل الشركتين دول، فانا ببتدي استخدم الفيتشر بتاعت التينت. التينت دي هي وركينج اريا. في الحاله دي اقول له لا، بالديفولت كل الناس اللي انا بضيفهم في السيستم بيبقوا داخلين على تينت 1، وبالتالي هم كلهم في وركينج اريا واحده. لو رحت بقى الكيس ان انا في اكتر من شركه داخل المكان او اكتر من وركينج يونت داخل المكان منفصلين، فانا ببتدي استخدم التيننت واقول لا، دي مثلا كمباني ايه على سبيل المثال، كمباني 1 مثلا، دي اول شركه استخدم لها تيننت 1، وتيننت 2 اقول دي كمباني 2، نقول له ابديت. فكده انا عندي في المكان شركتين، وابتدي احط كونفيجريشن لكل تيننت من التو تيننت، اللي هي كل تيننت بتعبر عن شركه في الحاله دي. ايه بقى الكونفيجريشن دي؟ اول حاجه بقابلها اللي هي الانتر تيننتس. انا طبعا الاكستنشن بعد كده هقول له انت تبع اي تيننت، ففي كمباني ايه هقول له دول الاكستنشن بتوعك، كمباني بي دول الاكستنشن بتوعك. فاول حاجه بقابلها الانتر تيننت، يقدروا يكلموا بعض اصلا ولا لا؟ طبعا انا لو حطيت اكستنشن في كمباني ايه اللي هي في تيننت 1، كل الاكستنشن دي بيتكلم بعضها، وبالمثل كمباني 2 كل الاكستنشن بتوعها بيكلموا بعضهم، لكن بالديفولت دول ما يقدروش يكلموا دول، يعني اكستنشن من هنا ما يقدرش يكلم اكستنشن من هنا. طيب لو انا بقى عايزهم يكلموا بعض، يعني الناس اللي في كامباني 1 انا لو عايزهم يكلموا الناس اللي في كامباني 2، هاجي هنا في الماتريكس اللي قدامي دي واقول تيننت 1 واعمل تشيك على تيننت 2، يبقى كده التيننت 1 بيقدروا يكلموا الناس اللي في تيننت 2. طيب هل العكس افيلابل؟ لا، حاليا تيننت 2 مش ما بيقدروش يكلموا الناس اللي في تيننت 1، يعني كامباني 2 ما يقدرش يرفع السماعه ويتصل باي اكستنشن موجوده او انا حاططها في كامباني 1. لو عايزهم يتصلوا لازم اقول له تشيك على التشيك بوكس ده علشان يقدروا يتصلوا ببعض. وبالمثل بقى اقدر انا عندي 10 تيننت اقدر استخدمهم داخل السيستم، واقدر اظبط الماتريكس بتاعتي دي بحيث اقسم الوركينج اريا عندي واقول مين يقدروا يكلموا مين. موضوع التيننت ده كان مهم جدا جدا، وكانوا الناس بيستخدموه يعني بشكل حيوي. على سبيل المثال في الفنادق، يعني في الفنادق كانوا بيحطوا الغرف الرومز بتاعت الجيست كلها في تيننت، ويحطوا بقى الستاف اللي هم الناس الاندر جراوند، الامن والطباخين والعمال وكل ده بيحطوهم في تيننت تانيه خالص اسمها ستاف مثلا على سبيل المثال، وكانوا بيعملوا ايزوليشن بين التو تيننت، لان كانوا في الفنادق كانوا الستاف ده بيعكسوا الجيست، يعني يتصلوا بالرومز ويعكسوا الجيست وبتحصل مشاكل. فلا، بيروحوا حاطين الجيست كلهم في تيننت وحاطين الستاف في تيننت تانيه، وما بيخلوش التيننت دي تكلم التيننت دي. طبعا ممكن يروح عامل في الغالب، يعني كان بيعمل تيننت ثالثه خاصه بالمانجمنت الاداره، وفي عن طريق الماتريكس دي بيخلي الاداره تقدر تكلم دول وتقدر تكلم دول وهكذا، فهو بيقدر يكنترول الحته دي. فالجزء ده جبناه كامل كده من البي بي اكس وطبقناه عندنا في السيستم، واعتقد الجزء ده مش هتلاقيه خالص في اي فويب سيستم موجود. دي كده اول حاجه. طب نيجي نشوف بقيه الاوبشنز ايه الموجوده داخل كل تيننت. في عندي لانجوج، يبقى انا كده عارف ان عندي البرومبتس لانجوج، عارف ان في عربي وانجليزي، فاقدر كل شركه من الشركات او كل تيننت من التيننتس اقول له انت البرومبتس بتاعتك عربي او انجليزي، يعني كمباني ايه مثلا انجلش، كمباني 2 عربي. يبقى اي اكستنشن من كمباني 1 لو اتصل برقم غلط هيقول له انفاليد ديستنيشن، لو كمباني 2 اتصل برقم غلط هيقول له الرقم غير صحيح. بدي كده لانجوج انجلش او عربي. في بعد كده الميوزك هولد، احنا خلاص شفنا الميوزك هولد بقدر اضيف اكتر من كلاس في الميوزك هولد، وكل كلاس بحط فيه الميديا اللي انا عايزها تشتغل في الهولد. باجي بقى على التيننت اقول له كل تيننت انت هتفعل اي ميوزك هولد، يعني تيننت 1 اقول له انت ديفولت، تيننت 2 اقول له مثلا انت السيلز. طبعا ممكن احط بقى يعني كلاس في الميوزك هولد اسميها باسم الشركه نفسها، كمباني 1 كمباني 2 وهكذا. فكل الكلاس الظاهره عندي هنا واقدر اسيلكت. يبقى الاكستنشن في كمباني ايه لما يحط عميل في الهولد بيسمع ميديا، كمباني 2 لما يحط عميل في الهولد بيسمع ميديا ثانيه خالص، دي تبقى اعلانات عن الشركه الاولى، دي اعلانات عن الشركه الثانيه، انا زي ما بجهز الميديا بتاعتي بحطها بتتطبق معايا. في بعد كده جزء
مهم جدا جدا اللي هو التايم سويتشنج مود والتايم مود. يعني قبل ما نشوف الجزء ده محتاجين نبص على حاجه تانية ونرجع له تاني، حاجه اسمها تايم تيبل. ايه التايم تيبل ده؟ انا عندي اليوم بتاعي الوركينج داي اقدر اقسمه لثلاثه تايم شيفت. يعني مثلا يوم الاحد اقدر اقسم يوم الاحد لثلاثه تايم شيفت، بحيث كل شيفت من الثلاثه شيفت هيبقى ليه هاندلنج مختلف في السيستم وكنترول مختلف داخل السيستم. فانا كده في عندي ثلاثه تايم شيفت خلال اليوم اقدر استخدمهم، بحيث كل تايم شيفت هيبقى ليه بروسيسنج مختلف وهاندلنج مختلف وكنترول مختلف، زي ما هنشوفه بقى في بقيه المحاضرات بما فيها المحاضره اللي احنا فيها. فعلى سبيل المثال يوم الاحد مثلا اقدر اقول له في عندي ثلاثه مود، اللي هو الدي مود والبريك مود والنايت مود. الدي مود في الغالب اللي هو الوركينج اور، يعني انا بشتغل مثلا من الساعه 9، فاقول له ابدا شغلك من الساعه 9 صباحا فروم 9 بي ام. انا كده بدات الدي مود عندي من الساعه 9 صباحا. النايت مود اللي هو الافتر وركينج اور، انا مثلا بشتغل من 9 ل 5، 5 اللي هي 17، يبقى انا 5 بي ام. يبقى انا الدي مود بتاعي هيبتدي من الساعه 9 وهيفضل فاليد 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 لحد اول سويتشنج بوينت. سويتشنج بوينت بتجي له امتى؟ في نفس اليوم الساعه 5 مساء يبتدي سويتش على النايت مود. هنشوف قدام ايه اللي هيحصل في النايت مود وايه اللي هيحصل في الدي مود، لكن انا هنا بقدر اقسمه. طيب في مود ثالث اقدر استخدمه اسمه البريك مود. البريك مود ده يعني سبيشال مود، حاجه عامل زي البريك كده او ساعه الغداء اللي الناس بياخدوها. يعني انا الوركينج اور بادئه من 9 وتنتهي 5، لكن بيتخللها مثلا ساعه راحه، او من الساعه 11 مثلا او الساعه 1 للساعه 2، ده في راحه. يعني اقول له من ابتدي من الساعه 1 وينتهي الساعه 2، في ساعه راحه. يبقى انا عندي الدي مود بادئ من 9 وينتهي 5، لكن في النص بيتخلله البريك مود من الساعه 1 للساعه 2، يعني من 9 لحد 1 ده دي، يجي الساعه 1 يدخل في البريك مود يفضل شغال في البريك مود لحد الساعه 2، يخرج من البريك مود ويبتدي يكمل في الدي، لان احنا النايت مش هيتفعل الا بعد الساعه 5، فمن 2 لحد 5 هو في الدي، بعدين يجي في الساعه 5 يبتدي سويتش على النايت مود، وهكذا لليوم اللي بعديه. يعني يفضل النايت مود ده فعال لحد ما يبص على اليوم اللي بعديه، يبتدي الساعه كام والساعه كام والساعه كام. انا يعني مش لازم املى كل التيبل، لكن على سبيل المثال انا يعني ايام الاسبوع في الغالب بتبقى زي بعضها لحد مثلا يوم الخميس. اجي يوم الخميس مثلا انتهي الساعه 5 في العادي، او الساعه 5 17، الساعه 5 مساء في العادي. ولو الجمعه اجازه فانا بفضل في النايت مود، واجي يوم الجمعه ما فعلش الدي فبستيل في النايت، ما فعلش اللانش او البريك فيستيل في النايت، ما فعلش النايت لاني مش محتاجه، انا اساسا في النايت مود. وبعدين ادخل على يوم السبت ستيل انا في اخر مود، انا وصلت له اللي هو النايت مود بتاعي. لو ما فيش حاجه متفعله برضه هيستيل يكمل في اخر مود لحد ما يبتدي اول سويتشنج بوينت تقابله يوم الاحد الساعه 9، يبتدي سويتش على الدي مود. يبقى انا النايت مود هيشتغل من يوم الخميس الساعه 5، وهيفضل هو اللي موجود لحد يوم الاحد الساعه 9 يبتدي سويتش على الدي مود. فانا ايام الاسبوع بقدر اقسم كل يوم، طبعا كل يوم ممكن يبقى ليه مواعيد مختلفه عن اليوم اللي قبليه براحتي. يعني ممكن مثلا السبت احنا شغالين بس من الساعه 10 بس، فاقول له من 10 انا الدي مود شغال بس من الساعه 10 وبينتهي مثلا الساعه 3، يعني نص يوم مثلا شغل من 10 ل 3 يبتدي النايت، وهكذا. اعتقد المفهوم واضح، واقول له ابديت. طيب الكلام ده ريليتد على مين او خاص بمين؟ الكلام ده خاص زي ما احنا شايفين بتيننت 1. معنى كده ان كل تيننت من التيننت ال10 اللي عندي ليها تايم تيبل خاص بيها، ليها تايم تيبل خاص بيها. يبقى كل تيننت ليها التايم تيبل بتاعها، اقدر لكل تيننت اللي هي كل شركه بالنسبه لي احط لها التايم تيبل بتاعها والمواعيد بتاعتها والاجازات بتاعتها، الاجازات الاسبوعيه طبعا زي ما انا عايز. واجي بعد كده على التيننت نفسها في الاوبشن اقول له بقى تايم سويتشنج مود، احنا هنشتغل اوتو. اوتو ده يعني امشي على التايم تيبل بتاع تيننت 1 اللي احنا حطيناه هناك. يبقى اذا احط التايم تيبل هناك لتيننت 1 واقول له هنا تايم سويتشنج مود اوتو، يعني امشي على التايم تيبل ده، امشي انت اوتوماتيك مع التايم تيبل وسويتش من مود لمود حسب التايم تيبل. او اقول له لا احنا مانيوال، واختار له هنا الدي او المود بتاع اللي عايزه يفضل ثابت عليه. يعني دي هيفضل ثابت على الدي مود بالنسبه لتيننت 2، لو قلت له النايت هيفضل ثابت على النايت مود في تيننت 2. انا كده المود بتاعي يا اما اوتوماتيك يا اما مانيوال لكل تيننت من التيننت بتاعتي. طيب في بعد كده الاوبريتور.
بريتور ده احنا عارفين من الكونسيبت بتاع البي بي اكس كان مشهور قوي، انت بترفع السماعه تتصل برقم الاكستنشن، وممكن ترفع السماعه تتصل بزيرو، زيرو ده يوصلك بالاوبريتور. ايه هو الاوبريتور ده؟ الاوبريتور ده بيبقى اكستنشن او كيو، زي ما نشوف في الكيو بنيجي ناخد الكيو بعد كده، هي دي قايمه بالرول او بالدور بتاع الاوبريتور. فانا كشورت كات ليها ممكن اتصل بيها برقمها، او ممكن اعملها شورت كات اللي هو متعارف عليه اللي هو الزيرو، ان انا لا ارفع لو عايز الناس دي ارفع اتصل بزيرو على طول فيرن على الناس دي. طبعا انا بتصل بزيرو لان انا لو نفتكر في النمبرنج بلان كان في هنا الاوبريتور واخد الكود زيرو، انا لما بتصل بزيرو حسب النمبرنج بلان بتاعي زيرو بيحذفني على الاوبريتور. مين الاوبريتور؟ الاوبريتور هو الاوبريتور المتعرف في التيننت اللي انا تبعها، يعني انا الاكستنشن بتاعتي موجوده في اي تيننت، فانا ارفع السماعه اتصل بزيرو فالسيستم يشوف الاكستنشن بتاعتي دي موجوده في اي تيننت، عارف موجوده في اي تيننت، يجي على التيننت سي مثلا تيننت 2، انا موجود في تيننت 2، يجي على تيننت 2 عايز يطلع الاوبريتور، فلازم طبعا يشوف انا في اي مود، فيشوف الساعه كام والنهارده كام علشان يقدر يحدد التايم مود اللي انا فيه. فبالتالي عارف مثلا انا حاليا في اللانش مود، فيجي على تيننت 2 يسيب الدي اوبريتور ويجي على اللانش اوبريتور، يبتدي ياخد الاوبريتور ده، يبقى هو ده الاوبريتور بتاعي المفترض يتصل بيه. مين هو بقى الاوبريتور؟ انا زي ما قلنا ممكن يبقى اكستنشن او كيو، يعني لو قلت له اكستنشن اختار من الاكستنشن ليست مستر 303 مثلا. طب وبالليل؟ لا بالليل الاوبريتور هيختلف 306. انا لو في اللانش رفعت السماعه وطلبت زيرو هيرن لي على 303، لو في النايت مود رفعت السماعه وطلبت زيرو هيرن على 305. هو بيعرف نايت او لانش او دي منين؟ حسب التايم شيفت بتاعي وحسب السيتنج المعمول على التننت اللي انا فيها، هل هي مانيوال ولا اوتوماتيك، حسبه كده هو بيعملها وبيبتدي يحدد المود الاكشوال مود اللي انا فيه دلوقتي. خلاص يبقى ده كده التننت، يعني واضح انها تقسيمه كامله تقريبا للشركات، بيقدر يعمل لي وركينج اريا داخل السيستم نفسه. بعد كده كل اكستنشن اقول له انت تبع ايه تننت، فعملت كلاسيفيكيشن للاكستنشن وفصلتهم عن بعض وتعاملت بشكل طبيعي. ممكن نرجع للاكستنشن دلوقتي، احنا كده شفنا يعني الى حد ما بما فيه الكفايه، فاضل لنا شويه حاجات هنرجع لها، لكن اقدر دلوقتي ارجع للاكستنشن اللي هو التوبيك الرئيسيه اللي احنا عايزين نبص عليها. قلنا في الاكستنشن شفنا طبعا ان سيرفيس، ان سيرفيس ده معناه ان انا بخلي الاكستنشن دي يوزابل او نوت يوزابل. ليه بنخليها يوزابل او نوت يوزابل؟ الاكستنشن طالما اتضافت على السيستم واتعمل عليها اي ترانزاكشن، يعني رفعت وعملت كول او حد اتصل بيها حتى لو بكول واحده، الاكستنشن دي ما اقدرش امسحها من السيستم لان بقى ليها هيستوري وبقى ليها كول لوج نازل في السيستم، ممكن الكول لوج ده طلع بيه ريبورت وطلع بيه ستاتستكس، فما اقدرش امسحها. المكالمات دي لو مسحت الاكستنشن هودي المكالمات دي فين؟ هقول المكالمات دي بتاعت مين؟ ده لازم تكون بتاعت حد، في حد عملها بالفعل، وما اقدرش امسح المكالمات، يعني ما اقدرش امسح الاكستنشن وامسح مكالماتها لان انا كده بتلاعب بالهيستوري وبتلاعب بالتقرير اللي تمت قبل كده. وبالتالي اي اكستنشن عملت ترانزاكشن سواء ان او اوت خلاص نوي ان انا امسحها. طيب لو في اكستنشن صاحبها مشي وانا مش عايز حد يستخدم الاكستنشن دي، فبلجا لموضوع الان سيرفيس، يعني لو 300 ده خلاص صاحبه مشي ومش عايزين 300 يبقى فعال، فبشيل الان سيرفيس من عليه وبيبقى اوت اوف سيرفيس، ففي الحاله دي ما بيظهرش في الشاشات بتاعتي ومفيش يوزر يقدر يعمل لوجن بيه، خلاص هو بقى يوزر يعني ما حدش يقدر يستخدمه. لو عايز ارجعه بعد كده بعمل له ان سيرفيس. طيب احنا شفنا طبعا النيم وشفنا الاي دي. الموبايل نمبر من ضمن الحاجات اللي ما قلناهاش بقى، الموبايل نمبر ده رقم الموبايل بتاع الاكستنشن، هو حاليا يوزلس يعني ملوش اي استخدام معايا، لكن المفترض ان شاء الله في الفيرجنز اللي جايه ممكن يبقى ليه استخدام، ان يتبعت عليه نوتيفيكيشن مثلا على الاس ام اس او على الفون بتاعته، نوتيفيكيشن معينه في ايفنت معينه يعني ممكن تتحط قدام، لكن هي حاليا مش فعاله بالنسبه لي فممكن ما استخدموش حاليا. في بعد كده اللانجوج، احنا قلنا بقى الاكستنشن بيلونج تو تيننت، والتيننت انا بحدد لكل تيننت اللانجوج بتاعتي، انا لو سبت اللانجوج هنا فاضيه بالديفولت السيستم بيرجع للتيننت اللي انا فيها ويبتدي يعرف البرومبتس لانجوج ايه ويبتدي يفعلها عليا از اكستنشن، لكن اقدر ارجع الاكستنشن بعينها واقول له اوفر رايد السيتنج المعموله في التيننت وانت بالنسبه لك اشتغل انجلش. يبقى لو التيننت حتى لو التيننت نفسها بتاعتي معموله ان هي عربيك برومبتس، انا لو جيت على اكستنشن معينه وقلت له لانجوج انجلش فدي فورس خلاص، يبقى كل الناس اللي في التيننت البرومبتس بتاعتهم عربي ما عدا الاكستنشن دي البرومبتس بتاعتها انجلش، ده مثلا مدير او حد اجنبي او فانا بحدده هو بشخصه بنفسه. طبعا لو ما حددتوش فخلاص بياخد السيتنج دي من التيننت بتاعته.
طيب في بعد كده الاكستنشن جروب. ايه بقى الاكستنشن جروب؟ احنا قلنا كل اكستنشن اكيد بيلونج تو تينت، لكن لو بصينا في الفيلدز اللي هنا مفيش حاجه اسمها تينت. طب انا ازاي بحط الاكستنشن في تينت؟ وفي الحقيقه انا مش بحط الاكستنشن دايركت في تينت، الاكستنشن بيلونج تو اكستنشن جروب. اكستنشن جروب دي كوليكشن كده بجمع فيهم بعض الاكستنشن الريليتد مع بعض، يعني ناس شغالين في السيلز قاعدين مع بعض، فدول كلهم يعتبروا ديبارتمنت واحد، فبجمعهم في اكستنشن جروب مثلا ولتكن ستة. طبعا اي اكستنشن بضيفها هي بالديفولت بتنزل في اكستنشن جروب رقم واحد. فموضوع الاكستنشن جروب هو مش اوبشنال، كده كده الاكستنشن نازله في اكستنشن جروب، فانا بجمع الناس اللي ليهم علاقه ببعض في مجموعه واحده واقول له مثلا فلان وفلان وفلان انتوا في مجموعه ستة على سبيل المثال. انا كده حطيت الناس في اكستنشن جروب، بعد كده الاكستنشن جروب دي هي اللي بقول لها انت تبع اي تنت. ف الاكستنشن 6 هقول لها انت تبع تنت 3، معنى كده ان كل الناس كل الاكستنشن اللي داخل اكستنشن جروب 6 كلهم على طول في تنت رقم 3. يبقى ده اول يوزج للاكستنشن جروب، ان انا بقول له انت تبع اي تنت. طب نبص على الاكستنشن جروب، هي برضو موجوده في السيستم، هلاقي فيه هنا الاكستنشن جروب. هي بالنسبه لنا هي في كام عندي؟ في 64 اكستنشن جروب عندي، علشان يعني في فلكسبيليتي ان اقدر اقسم الناس زي ما انا عايز، بقى السيلز والاكونتنت والاتش ار والسكيورتي زي ما انا عايز اقسم الناس زي ما انا عايز. طبعا باجي في الاكستنشن جروب، يعني يفضل ان انا طبعا اديها نيم عشان ما توهش بقى، يعني انا مش هبقى عارف مين واحد ومين اتنين، مش هيبقى واضحه بالنسبه لي. فممكن مثلا اقول ده الديفولت على سبيل المثال، واقول له اكستنشن 2 دي مثلا السيلز، اكستنشن 3 مثلا دول الاتش ار، يعني احط النيم اللي انا كل اكستنشن جروب بحيث ابقى فاهم بس دي بتاعت ايه. وهنا في سيتنج واحده بس في الاكستنشن جروب، اقول له انت تبع اي تيننت من التيننت الموجوده عندي. طبعا اكون مقسم التيننت ومسميهم، اقول له انت تبع تيننت 2 مثلا، انت تبع تيننت 3، تبع تيننت 4، تبع وهكذا. يبقى كده اول استخدام الاكستنشن جروب ان انا عن طريقها بحط الاكستنشن نفسها في تيننت. طيب الاستخدام الثاني للاكستنشن جروب، هي حاليا ليها استخدامين بس، ده اول استخدام. الاستخدام الثاني هو موضوع الكول بيك اب. احنا لو رجعنا للنمبرنج بلان كنا شفنا الفيتشر بتاعت الكول بيك اب، قلنا الكول بيك اب نجمه اربعه، واطلب رقم الديستنيشن اللي بترن وشباك، يعني انا قاعد وفي عده بترن رقم 107، فاطلب نجمه اربعه 107 دايل، هيروح جايب لي المكالمه اللي بترن على 107 على تليفوني وارد عليها، دي كده اسمها الكول بيك اب. وقلنا في قدام شويه هيبقى الموضوع اسهل من كده، فده في الاكستنشن جروب. انا دلوقتي في خمسه اكستنشن في قسم واحد وليكن الحسابات مثلا، وقاعدين كلهم في مكتب واحد، فبحط الخمسه دول في اكستنشن جروب واحده، نفس الاكستنشن جروب. في الحاله دي لما تليفون منهم بيرن، اي تليفون تاني عايز يسحب المكالمه مش محتاج يحط رقم الاكستنشن، هو مجرد هيرفع يطلب نجمه اربعه دايل على طول، فالسيستم هيجيب له المكالمه اللي بترن وذن الاكستنشن جروب اللي هو فيها. فكده بقى موضوع الكول بيك اب سهل جدا، وللناس اللي هم ريليتد مع بعض. انا لو مثلا مدير لمجموعه وقاعد وفي المكتب اللي جنبي بقى الموظفين بتوعي، فانا سامع تليفون بيرن هناك ومحدش بيرد عليه، بدون ما اعرف مين اللي بيرن مش محتاج اعرف، انا برفع السماعه نجمه اربعه دايل، فبيروح ساحب لي المكالمه وجايبها لي على طول. فانا كده سهلت قوي موضوع الكول بيك اب. طبعا قدام شويه لما ناخد الكيو هعرف ان انا برضو اقدر اعمل كول بيك اب على المكالمه اللي بترن في الكيو. كيو برضو هي ديستنيشن وليها رقم، فبطلب رقم الكيو بدل اكستنشن نجمه اربعه واحط رقم الكيو، فبيجيب لي المكالمه اللي بترن في الكيو بغض النظر هي بترن فين، هنشوفها قدام في الكيو. انا كده في استخدامين الاكستنشن جروب، التيننت ان انا بحطها داخل تيننت عشان ادي الاكستنشن داخل تيننت، وان انا بسهل موضوع الكول بيك. ممكن قدام شويه يبقى في بعض الاستخدامات الثانيه للاكستنشن جروب، يعني هننوي عليها لما تضاف في الفيتشر ان شاء الله. ارجع للاكستنشن، انا كده علشان احط الاكستنشن في تيننت فانا بحطها في اكستنشن جروب، وبظبط الاكستنشن جروب في التيننت، فانا كده دخلت الاكستنشن داخل التيننت بتاعتي. طيب الفيلد اللي بعد كده هو يكاد يكون اهم فيلد في عمل الاكستنشن نفسه، يعني ده الفيلد بقى اللي هو حاجه اسمها الكلاس اوف سيرفيس. كلاس اوف سيرفيس ده عباره عن ايه؟ طبعا كل اكستنشن محتاجه شويه كونفيجريشن وشويه بارامتر كتيره هنا في سيستم زندا علشان احدد لها الباور بتاعتها، ايه اللي تقدر تعمله، ايه اللي ما تقدرش تعمله، ايه الالاود بالنسبه لها، ايه الريستريكتد بالنسبه لها، ايه البيهيفير اللي هتشتغل بيه داخل السيستم. شويه كونفيجريشن كتيره كده بقدر اكونترول بيها الاكستنشن كويس قوي 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 وباور عاليه جدا. فالحاجات دي كتير، فممكن اضيفها على الاكستنشن. في الحاله دي مثلا كنا نلاقي
اهتم بتاب البيزك دي، في تاب مثلا اسمها ادفانسد، افتح تاب الادفانسد هلاقي كل الكونفيجريشن دي نازله، وابتدي اكستمايز لكل اكستنشن الكونفيجريشن بتاعتها، وده لوجيك. لكن المشكله في ايه؟ المشكله ان في الغالب يكون الكونفيجريشن دي مش ريليتد لاكستنشن واحده. يعني على سبيل المثال عندي مثلا قسم خدمه العملاء فيه خمس موظفين او خمسه اكستنشن، في الغالب الخمسه اكستنشن زي بعض، يعني نفس الرول ونفس الشروط ونفس اللاود والريستريكشن اللي بتطبق عليهم كلهم واحده. لو انا عندي في السيلز مثلا 20 سيلز اكستنشن، برضه في الغالب كل ال 20 سيلز اكستنشن زي بعض، فانا علشان ادخل لكل اكستنشن على حده واحط لها الكونفيجريشن الموضوع متعب. طيب وبعد ما احطهم وجيت حبيت اغير في اي رول للاكستنشن او السيلز اكستنشن دول، محتاج ادخل على ال 20 اكستنشن عشان كل واحد اغير، فده عرضه للخطا طبعا، يعني متعب في الاول، ثانيا عرضه للخطا، يعني هغير لواحد وانس غير للتاني. فعلشان نتجنب الحته دي فاحنا خدنا الكونسبت بتاع الكلاس اوف سيرفيس من التراديشنال بي بي اكس، احنا سيرفين حاجات كتير جدا من التراديشنال بي بي اكس بصراحه. الكونسبت ده عباره عن ايه؟ لا انا بحط الكونفيجريشن دي كلها في بلك اسمه كلاس اوف سيرفيس، والكلاس اوف سيرفيس بدي له اي دي 1 2 3 4 لحد كام؟ لحد 64، عند 64 كلاس اوف سيرفيس. بدخل على الكلاس اوف سيرفيس الاقي شايله كل الكونفيجريشن دي، ابتدي اعدلها واظبطها مره واحده، واسمي الكلاس اوف سيرفيس زي مثلا نيم سيلز، دي كلاس اوف سيرفيس رقم خمسه مسميها سيلز. وبعد كده كل اكستنشن في السيلز ادخل اقول له انت واخد كلاس اوف سيرفيس رقم خمسه. ده بمنتهى البساطه. يبقى مره واحده ادي الكلاس اوف سيرفيس للاكستنشن. يبقى كده كل الرول في كلاس اوف سيرفيس هتطبق على كل الاكستنشن اللي واخدين نفس الكلاس اوف سيرفيس دي. طب حبيت اغير في الرول دي، بدخل على الكلاس اوف سيرفيس وغير الرول مره واحده وبتطبق على الكل. اوكي؟ طيب الاحظ ثاني قبل ما ادخل في الكلاس اوف سيرفيس ان انا الاكستنشن الواحده بتاخد ثلاثه كلاس اوف سيرفيس في الدي واللانش والنايت. انا كده التايم شيفت بتاعي اللي احنا ظبطناه في التيننت وقسمت اليوم بتاع التايم شيفت، من ضمن استخداماته ان انا الاكستنشن ليها ثلاثه كلاس اوف سيرفيس لكل تايم شيفت. يعني ممكن في الدي في الوركينج اور ليها كلاس اوف سيرفيس باور معينه وحاجات معينه بقدر اعملها، الافتر وركينج في النايت نايت ده المفترض انا مشيت خلاص سبت مكتبي، فليا كلاس اوف سيرفيس ثاني، ممكن يكون مثلا تليفوني يتقفل مسموح لدولي بعد موعد العمل بيتقفل من عليا الدولي عشان ما حدش يستخدم تليفوني، وات ايفر ايه الرول، لكن انا اقدر ادي كلاس اوف سيرفيس لكل اكستنشن في كل تايم شيفت من الثلاثه الموجودين في اليوم. طيب ندخل بقى على الكلاس اوف سيرفيس ونركز مع بعض شويه علشان نشوف ايه الفيتشرز اللي فيها وايه الباور اللي فيها اللي بقدر بيها اتحكم في الاكستنشن. كلاس اوف سيرفيس هنلاقيها برضو موجوده في السيستم، اخر حاجه في السيستم اللي هي كلاس اوف سيرفيس. ندخل عليها زي ما قلنا عندنا 64 كلاس اوف سيرفيس من رقم 1 لرقم 64. انا كلاس اوف سيرفيس بتاعتي زي ما قلنا هديها نيم وليكن سيلز، سين احنا نشتغل على دي دلوقتي. ايه بقى الاوبشنز اللي موجوده في الكلاس اوف سيرفيس؟ نركز مع بعض. التاب الاولى اللي هي فيها مين، فيها النيم طبعا، وفيها حاجه اسمها تي ار اس في الدي وفي البريك وفي النايت. هنلاحظ واحنا ماشيين في كذا حاجه هيبقى ليها اكتر من سيتنج حسب التايم شيفت بتاعي. تي ار اس ده اختصار تور ريستريكشن. تور ريستريكشن هنتعرض له قدام شويه لما نيجي لجزء الترانك، لان هو اساسا ريليتد للترانك، لكن هو باختصار اقدر الغي اكواد من الاتصال على بعض الاكستنشن او بعض الكلاس اوف سيرفيس. يعني على سبيل المثال الناس اللي في السيلز مش عايزهم يتصلوا دولي، فاقدر الغي من عليهم كود ال 00، ده معنى التور ريستريكشن. يبقى بيتصلوا لوكال، يتصلوا محافظات، يتصلوا موبايل، اول ما يجي يتصل دولي اللي هو بادئ ب 00 المكالمه تقطع ويقول له ريستريكت. طبعا الكلام ده في الدي وفي البريك وفي البريك اللي هو اللانش، في الدي وفي البريك وفي النايت، كل مود احط له التور ريستريكشن بتاعه. هنشوفها بالتفصيل التور ريستريكشن، يعني مش عايزين نسبق الاحداث، لكن ده معناها بشكل عام. نيجي بعد كده التاب الثانيه اللي هي ترانك جروبس، طبعا دي واضح انها اصلا ترانك، يعني كل شغلها هنشوفه ترانك، لكن الفكره فيها ان انا بخلاف الفويب العاديه الاسترسك بيزد كلها بتتعامل مع الترانك بشكل معين، انا هنا بتعامل مع الترانك بشكل مختلف شويه زي التراديشنال بي بي اكس ما بتعامل معايا. اقدر اقسم الترانك اللي هي الخطوط الخارجي، اقدر اقسمها في مجموعات في جروب، واقدر اوزع الجروب على الاكستنشن، يعني مش كل الخطوط كل الناس يقدروا يسحبوها، ده يقدر يسحب الخطوط دي، ده يقدر يسحب الخطوط دي، ده يقدر يسحب الخطوط دي، وهكذا. فبقسم الخطوط بتاعتي على الناس زي ما انا عايز بطريقه فليكسبل قوي، هنشوفها يعني بشكل افضل مع الترانك هتبان ونعملها بشكل عملي. هنأجل الكلام في دي شويه، نيجي بعد كده بقى لبقيه الاوبشنز عندنا الديوريشن. ركز مع بعض. في اول حاجه عندي ماكسيمم ديوريشن اي سي ام، احنا عرفنا ان الاي سي ام ده اختصار
انتركم اللي هي المكالمات الداخلي، اي ان سي اختصار انكمنج اللي هي المكالمات الوارده، عميل بيتصل بينا من بره، اوت اختصار المكالمات الاوت جوينج، احنا بنتصل بعميل بره الشركه، يبقى ان واوت دي مكالمات خارجيه ان واوت، واي سي ام اللي هي المكالمات الداخليه، اكستنشن بيكلم اكستنشن او اكستنشن بيكلم كيو زي ما تشوف الكيو. طيب انا هنا اقدر اعمل لكل كلاس اوف سيرفيس حاجه اسمها ماكسيمم كول ديوريشن للانتركم، يعني بالديفولت زيرو، يعني ارفع اتصل باي اكستنشن واقعد احكي معاها ساعه ما عنديش اي مشكله. لكن لو قلت في السيلز عندنا 30 مثلا، انا هتصل بالاكستنشن 30 ثانيه والسيستم هيروح قاطع المكالمه على طول، لان انا حاطط له ماكسيمم ديوريشن 30 ثانيه. طبعا الكلام ده بالثواني، وانا بحط الوقت اللي انا عايزه. زيرو معناها نو ليميتيشن. وبالمثل اقدر اعمل ليميتيشن على الانكمنج، واقدر اعمل ليميتيشن على الاوت جوينج. يعني في الغالب اللي بيستخدم بكثره هو الاوت جوينج، انت عايز الناس يتصلوا اوت، وبعض الاقسام يبقى الاتصال محدد بدقيقتين عشان ما يستهلكوش الخطوط وما يستهلكوش الريسورس. طبعا دي اب تو يو، اب تو العميل هتفعل الموضوع ده مش هتفعله، لكن هو باور موجود في ايدك تقدر تستخدمه في اي وقت. في بعد كده اخر خانه اللي هي ان اي ديوريشن اللي هي نو انسر ديوريشن. طيب انا دلوقتي رفعت السماعه واتصلت باكستنشن من سيلز، يعني الناس اللي واخدين كلاس اوف سيرفيس سيلز، الاكستنشن ده بيفضل يرن، يفضل يرن قد ايه قبل ما السيستم يوقف المكالمه وينزل عليه نو انسر ويرجع يقول لي ان الاكستنشن ما بيردش. فانا هنا بقول له النو انسر تايم بتاعك قد ايه؟ 30 ثانيه. يبقى هو مسموح له تليفونه يرن لمده 30 ثانيه، يقدر يرفع ويرد. بعد 30 ثانيه السيستم بيروح قافل المكالمه وينزل عليه نو انسر كول، ويبتدي ياخد الاكشن بعد كده بتاع نو انسر. يعني هنشوف الاكشن قدام شويه. لكن انا كل كلاس اوف سيرفيس مثلا دي الكاستمر سيرفيس على سبيل المثال، الكاستمر سيرفيس مش محتاجين يرن 30 ثانيه، ده هم 20 ثانيه كفايه قوي، يعني شغلتهم اساسا يردوا على التليفونات 20 ثانيه والسيستم يسيبه ويروح لغيره او ياخد النو انسر اكشن. فانا هنا بحددها لكل كلاس اوف سيرفيس. طيب نكمل بقيه الاوبشنز مع بعض. هنا اوبشنز كتير، واحنا شفنا منها اثنين في الاول اللي هي دي بي اي سي ام ودي بي انكمنج. نقولهم باختصار، دي بي معناها احط المكالمه تريسنج في الداتابيس، يعني علشان اطلع بيها ريبورتنج وستاتستكس بعد كده، حد بيكلم حد، فهل الداتا دي هتنزل في الداتابيز واقدر اطلعها في الريبورت ولا لا؟ فبالديفولت السيستم دي بي انكمنج ودي بي اوت جوينج، يعني بيتريس الانكمنج عميل بيتصل بينا او الاوت جوينج احنا بنتصل بعميل. المكالمات الانتركم اكستنشن تو اكستنشن بالديفولت مش بينزلها في الداتابيز. فانا لو عايز في اي كلاس اوف سيرفيس اقول له لا، نزل المكالمات دي في الداتابيز الانتركم او ما تنزلهاش. الانكمنج عايزينها تتحط في التريسنج بتاعنا ولا لا؟ الاوت عايزينها تنزل في التريسنج ولا لا؟ انا بتحكم فيها. الحته دي لازمتها ايه؟ لازمتها ان في بعض العملاء يقول ان مستر فلان ما ينزلوش مكالمات في الداتابيز. يعني ليه بيطلب الكلام ده؟ انا ما اعرفش. بس في بعض الهيئات يعني بيبقى الموضوع ده كريتيكال، وفي يعني ضرب نار بينهم وخناقات وزنب وحاجات زي كده، فبيبقى عايز ان الاستاذ فلان ده مكالماته ما تظهرش في السيستم خالص. خلاص احط اعمل كلاس اوف سيرفيس واسميها الاستاذ فلان واقول له مفيش انتركم، مفيش انكمنج، مفيش اوت جوينج، او في اوت ومفيش ان، او في ان ومفيش اوت، الكنترول في ايدي بتحرك. اوكي، في زيها الريكوردنج، هسجل المكالمه ولا مش هسجلها؟ برضو بالديفولت احنا بنسجل الان والاوت وما بنسجلش الانتركم، فانا في ايدي ان انا اقول له لا، سجل الان، سجل الاوت، سجل الانتركم او ما تسجلش، اب تو مي. في بعد كده المانيوال كول كنترول. نفرض على سبيل المثال الكلاس اوف سيرفيس 3 دي، انا قلت له ما تسجل، اكتب الانتركم في الداتابيز، تلسها في الداتابيز، لكن ما تسجلش الانتركم الريكورد انتركم، قلت له لا، هي بالديفولت لا، خليناها لا. وجينا هنا عملنا تشيك على المانيوال ريكورد كنترول. في الحاله دي الاكستنشن ده لو بيتصل بعميل بره اللي هي الاوت جوينج بتتسجل اوتوماتيك، لو عميل بيتصل بيه انكمنج بتتسجل اوتوماتيك، لكن لو هو رفع السماعه وبيتصل باكستنشن فالمكالمه دي اوتوماتيك مش بتتسجل حسب السيتنج الموجوده. لكن بما اني مديله الباور دي اللي هي المانوال ريكورد كنترول، فهو يقدر بقى بايده اثناء المكالمه يطلب كود تبتدي المكالمه تتسجل، يطلب كود تاني يوقف التسجيل. الكود ده هنلاقيه موجود في النمبرنج بلان، حاجه اسمها كول ريكورد. واضح قوي من الكود نجمه 5-2 اللي هو الكود، يقول لي حط بعديها واحد او صفر، طبعا واحد يعني ستارت ريكورد، زيرو يعني ستوب ريكورد. يبقى اثناء المكالمه نجمه 5-2-1 شباك، السيستم يبتدي يسجل الكول، نجمه 5-2-0 شباك، السيستم يوقف تسجيل الكول. ده بيشترط علشان تتفعل الموضوع ده، اولا
المكالمه اصلا ما تبقاش متسجله اوتوماتيك، يعني لو انا اساسا قايل له لا هي بتتسجل، هو مش هيقدر يستخدم الفيتشر دي، لان انا بفورس ان المكالمه تتسجل اوتوماتيك، هو مالوش كنترول عليها. فلازم اكون قايل له ان المكالمه مش بتسجل، ولازم اكون مديله الباور ان هو يفعل التسجيل بايده، يعني مش اي حد برضه يقدر يفعل الريكوردنج بايده. اوكي، في بعد كده الكول ويتنج. احنا شفنا بقدر افعل الكول ويتنج سواء بالكود من على اللي هو نجمه 7 معرفش كام، مش فاكر الكود بتاعه كام، بفعل الكول ويتنج اون او اوف بالكود بتاعي، او لو انا بستخدم الزندا سوفت فون بفعلها دايركت من هنا، هو كده الكول ويتنج اوف، فاللي عملت كليك عليها ففعلت الكول ويتنج واداني الارم كده ان الكول ويتنج متفعل، اللي هو باللون الاخضر معنى كده انه اتفعل، او ارجعها تاني اقفلها والكود نجمه 7 5. فانا بقدر اون واوف الكول ويتنج ده بشرط ان انا اكون اصلا سامح للاكستنشن ده ان هو يفعل الكول ويتنج. هو بالديفولت الناس كلها مسموح لها، لكن لو في كلاس اوف سيرفيس قلت له لا ما تفعلهاش، في الحاله دي الراجل ده يطلب الكود، ما يطلبش الكود هي خلاص مش هيقدر يستخدم الفيتشر ومش هتتفعل عنده الكول ويتنج. وبالمثل في الكول فورورد، احنا بنقدر نعمل فورورد من الاكستنشن بتاعتنا لاكستنشن ثانيه، ولما ناخد الكيو هشوف اني بقدر اعمل فورورد من عندي للكيو، ولما ناخد الترانك هشوف اني بقدر اعمل فورورد من عندي لترانك لرقم خارجي. بقدر اعمل فورورد ده علشان انا اصلا سامح للاكستنشن ان هو يستخدم الفورورد فيتشر، لكن لو مش سامح له مش هيقدر يستخدمها. فانا من هنا يعني بتوب كنترول ايه الفيتشر اللي يستخدمها وايه اللي ما يقدرش يستخدمها. في زيها الدايلوج انه يقفل الاكستنشن بتاعته، في زيها النوت ريدي. احنا يعني النوت ريدي ده حاجه من الحاجات الاساسيه، انا ابني على مكتبي زي ما قلنا رايح الحمام، فعايز احط نفسي دبليو سي علشان ما تجيليش مكالمات وانا في الحمام وانزل عليا انه انسى الكلام ده، علشان انا سامح للاكستنشن ده ان هو يستخدم النوت ريدي فيتشر. لكن لو في ناس انا مش عايزهم يقدروا يعملوا نوت ريدي، فاشيل من عندهم الاوبشن وهو على طول ريدي بشكل مستمر. نكمل مع بعض اوبشن 2. اوبشن 2 بقى نركز مع بعض شويه فيها. احنا خلاص شفنا من هنا بقدر افعل له اللي يقدر يستخدم الكول فورورد او ما يستخدمش الكول فورورد من هنا، لكن في حاجه ثانيه اسمها فورورد تو ترانك. احنا قلنا اقدر اعمل فورورد تو ترانك لرقم خارجي، بس طبعا بما ان الفورورد تو ترانك لرقم خارجي ده حاجه كريتيكال، لانها اولا بتطلع المكالمه بره الكول مانجر، بتحذفها على رقم خارجي بره الشركه وبره الكول مانجر، ثانيا بتستخدم ريسورس، بتستخدم ترانك من ترانكات الشركه. فيعني انا ممكن اعمل فورورد على الموبايل بتاعي، اي حد يتصل بالاكستنشن يرن لي على الموبايل، فالموضوع ده كريتيكال شويه، يعني المفترض مش اي حد يقدر يعمل الكلام ده والا تبقى ميغه يعني. فاحنا بالديفولت كل الناس ممنوعه انها تعمل فورورد لترانك. الناس بس اللي انا عايزهم يستخدموا الفيتشر دي انا لازم اديها لهم بايدي. كلاس اوف سيرفيس 4 يقدروا يعملوا فورورد تو ترانك، في الحاله دي يقدر يعمل فورورد. زيها تي ار تو ترانك، ترانسفير تو ترانك. انا معايا كول زي ما بعملها ترانسفير للاكستنشن او لكيو، ممكن اعملها ترانسفير على موبايل رقم بره الشركه، فبرضه علشان اعملها لازم يكون مسموح لي ان انا اعمل ترانسفير تو ترانك. اوكي، طيب في بعد كده حاجه اسمها البيز اوفر رايت. احنا قلنا لما بتصل باكستنشن، الاكستنشن بيكون مشغوله، السيستم بيرجع لي بسيستم برومبتس بيقول لي حسب يعني عربي او انجليزي الخط مشغول او الاكستنشن مشغوله، للانتظار اضغط 1، مش عارف تو ويت بريس 1، من ضمن الاوبشن بيقول لي تو اوفر رايت بريس معرفش 3 ولا بريس 2 مش فاكر، لكن بيقول لي تو اوفر رايت مثلا بريس 2. اوفر رايت دي يعني لو عملت بريس 2 هدخل على المكالمه، يعني في اتنين بيكلموا بعض انا هدخل عليهم وابقى طرف ثالث معاهم، فاحنا الثلاثه بقينا مع بعض في كول. فطبعا عشان مش المفروض اي حد يقدر يدخل على الناس في مكالمتهم، فلازم انا من هنا اكون مدي بالديفولت محدش يقدر يعمل كده، لكن انا بدي بقى للناس اللي انا عايزهم يقدروا اوفر رايد على الخطوط الاوبشن من عندي من هنا. في زي الاوفر رايد من ضمن الاوبشن اللي بيجي لي تو سباي. سباي ده يعني ايه؟ يعني اتجسس عليهم، مش هدخل معاهم في المكالمه واكلمهم، لكن هسباي على الكول ابقى سامعهم هما الاثنين بيقولوا ايه بدون ما يعرفوا ان في حد معاهم في الكول دلوقتي. ده سباي يعني تجسس، سايلنت مونيتور. طبعا دي حاجه خطيره مش اي حد مفترض يعملها، فكله ديسيبل وانا بدي للناس سوبرفايزر بقى مديرين بديهم الاوبشن ان هم يعملوا كده. في زي السباي في الويسبر، انا بتصل باكستنشن لقيته مشغول فممكن اعمل له ويسبر، اهمس له يعني اكلمه بدون ما الطرف الاخر اللي معاه في المكالمه يسمع، انا بكلم الاكستنشن بتاعي ده بس. هو يقول لي مثلا تو ويسبر بريس 4 على سبيل المثال، لو عملت 4 بيفتح شانل برايفت بيني وبين الاكستنشن ده وهو في الكول عادي، وبقدر اكلمه هو بيسمعني بس، مش هيقدر يكلمني طبعا لانه اتكلم
صوته طالع للكاستمر او الطرف الاخر، فانا بهمس له بيه اللي انا عايزه. طبعا الويسبر ده برضو لازم انا اسمح بيه من هنا. خلاص كده؟ طيب احنا في سوبرفايزر، فانا اديته الناس اللي هم في كلاس 4 اديتهم يقدروا يعملوا اوفر رايد ويقدروا يعملوا سباي ويقدروا يعملوا ويسبر. طيب في مديرين عندي في الشركه، دول السوبرفايزر اللي بيتابعوا الشغل وبيتابعوا الموظفين. في مديرين انا طالما اديت الراجل ده الاوبشنز دي يقدر ينفذها على اي حد بما فيهم المديرين، ودي كارثه. يعني في مدير عام مثلا يقدر السوبرفايزر يسباي عليه ويأوفر رايد عليه، ودي كارثه. عشان نمنع الكلام ده في حاجه اسمها وساط كل واحده من دول، في حاجه اسمها ديناي. يعني في بيز اوفر رايد، في بيز اوفر رايد ديناي. يعني لو جيت على كلاس 3 مثلا سين ده بتاع المديرين وقلت له بيز اوفر رايد ديناي، ديناي ده يعني ممنوع حد يعمل بيز اوفر رايد عليا. انت حتى لو معاك البيز اوفر رايد، اوفر رايد على كل الناس، بس تيجي لحدي لا انا ممنوع من الاوفر رايد، فما تقدرش تعمل اوفر رايد عليا، ما تقدرش تعمل سباي عليا، ما تقدرش تعمل ويسبر عليا. فدي كده الاوبشنز والكونفيجريشن اللي موجوده في الكلاس اوف سيرفيس. زي ما احنا شايفين هي يعني باور هورس جدا، يعني بتقدر تخليني اكونترول الاكستنشن وكستمايز الاكستنشن واحدد بالظبط ايه اللي يقدر يعمله وايه اللي ما يقدرش يعمله بطريقه سهله جدا جدا جدا. دي زي ما قلت لكم احنا واخدينها من البي بي اكس مايند سيت، فمش هتلاقيها نوي انك تلاقيها اصلا في باقي الفويس اوفر اي بي سيستم. يعني اعتقد حتى بما فيها الحاجات التراديشنال، يعني ما اعتقدش سيست، يعني مش عارف سيسكو افايا فيها موضوع الستراكشر بالشكل ده ولا لا، لكن على الاقل فور شور يعني كل الاسترسك بيزد الثانيه، حتى الحاجات الكوميرشال اعتقد ال 3 سي اكس الجراند ستريم، ما اعتقدش هتلاقي فيها الموضوع كاتيجورايزد بالشكل السهل قوي والبسيط قوي والمفهوم قوي ده. احنا كده ظبطنا الكلاس اوف سيرفيس، شفنا كل الباور اللي فيها، كل ما هو مطلوب مني ان انا اجي على الاكستنشن اقول له انت واخد اي كلاس اوف سيرفيس. زي ما قلنا في الدي اقدر اديله كلاس اوف سيرفيس، في اللانش كلاس اوف سيرفيس، في النايت كلاس اوف سيرفيس، زي ما انا عايز. طيب كمل بقيه الاوبشنز. في بعد كده الميل بوكس. الميل بوكس يعني مش هنقدر نقولها المره دي، مفترض نقولها المره دي لكن مش هنقدر، هنأجلها المره ثانيه. هي اني اسمح للاكستنشن ده رقم 300 اعمل الاكستنشن 300 فويس ميل خاص بيه او ميل بوكس خاص بيه. يعني زي ما بقدر اتصل بيه ممكن اسيب له فويس مسج، رساله في الفويس ميل بتاعه، وهو يقدر يسمعها ويقدر يتفاعل معاها. يعني دي ممكن هنتكلم عليها بعد كده، لكن اقول له اه او لا من هنا. ازاي استخدمها، ازاي افعلها، هنشوفها قدام شويه لان النهارده المحاضره تقيله فمش هنقدر نتكلم في كل حاجه. اوكي؟ لكن كل اكستنشن اقدر اديها فويس ميل او ميل بوكس خاص بيها من هنا. طيب في بعد كده الاوتو انسر. اوتو انسر دي يعني ايه؟ دي فيتشر مطلوب قوي. في بعض الاكستنشن انا طبعا متصل بالاكستنشن بترن لحد ما يرفع يرد عليا وهي بترن، لكن في اكستنشن انا عايز اول ما اتصل بيها تتفتح اوتوماتيك والكول تشتغل، يعني ما ادلوش حتى فرصه ان هو ما يردش، لا حد يتصل بيه يلاقي الاكستنشن بتاعته اتفتحت وبيرد. فالاوتو انسر دي انا من هنا بقول له الاكستنشن دي اوتو انسر ولا لا. بالمناسبه اي سوفت فون هتلاقي فيه حاجه اسمها اوتو انسر من هنا، انا بكليك عليها بفعل الاوتو انسر. انا تقريبا ده كان 306 لما عملناه المره اللي فاتت، انا لو جيت اتصلت بيه هنا 306 فتح معايا، اداني نص جرس كده في الاول والكول فتحت. ليه؟ لان هو مفعل الاوتو انسر من عنده. تمام؟ بس لو قفل الاوتو انسر وجيت بتصل بيه 306 خلاص بيدي جرس مستني ان هو يرد على المكالمه بنفسه. الفكره في الاوتو انسر هنا ان هو كنترولد باي يوزر، يعني هو بايده انه يفتح الاوتو انسر او يقفل الاوتو انسر. انا ما اقدرش افورس من عليه ان هو يقفله او يفتحه. برضه نفس الحكايه في الزندا سيب، هو هنا الاوتو انسر هو يقدر يفتحه يفعله او يلغيه جاست ان بكليك برضه على البوتون ده. انا لو اتصلت ب 305 وانا مفعل الاوتو انسر هيفتح على طول. Sorry, the dialed extension is not ready. Goodbye. احنا عاملينه براينج، معلش نرجعه ريدي تاني. Change accepted. ماشي نتصل ب 305 اداني الارم كده وفتح على طول لان انا مفعل الاوتو انسر. تمام؟ طيب بالنسبه بقى للفون سيب اللي هو الزندا سيب، في اوبشن الاوتو انسر ده بيتفعل في حاله الزندا سيب بس. يعني لو فعلت من هنا الاوتو انسر على خلينا 305 305 لو جيت هنا 305 وقلت له بتفعل الاوتو انسر، هنيجي هنا
لو اتصلنا، انا هنا مش مفعل بايدي الاوتو انسر، لكن لو اتصلت ب 305 فتحت على طول. اقفل، فانا عملت فورس من عندي للاوتو انسر انها تتفعل اوتوماتيك على الاكستنشن. طيب الاكستنشن ممكن يقفلها؟ لا، في الحاله دي لو ضغط عليها مش هتتقفل، لان انا مفعلها له او عامل له فورس انها تتاكتف من الادمن. فانا بالنسبه لي اليوزر اللي استخدمه الزندا سيب، انا بقدر اكنترول من عندنا كادمن اذا كان هو اوتو انسر ولا مش اوتو انسر، او اسيبها له بمزاجه يفتحها او يفعلها. يبقى الاوتو انسر فيتشر من هنا، ترجع تاني ل 300 اقدر افعلها، لكن هي هتتفعل فقط في حاله الناس اللي بتستخدم الزندا سوفت. نيجي بعد كده للديفولت اند بوينت، احنا خلاص شفناها واتكلمنا عنها محاضره كامله فمش هنتكلم فيها تاني. اخر فيلد عندي اللي هو الكلاينت ليفل. الكلاينت ليفل ده بيحدد اذا كنت هقدر، احنا عارفين طبعا احنا كل ده شغالين في الفري، وعارفين ان الكوميرشال سواء ايجنت او سوبرفايزر ليه ابلكيشن تاني منفصل اللي هو الايجنت. الايجنت ده الانترفيس الرئيسي للايجنت او للسوبرفايزر اللي بيقدروا يطلعوا منه حاجات كتير جدا. يعني لو قلنا 300 هلوجن مثلا 300 الاكستنشن 300 والباسورد بتاع 300، اجي اقول له لوجن، يقول لي ريستريكتد اكستنشن. ليه ريستريكتد اكستنشن؟ لان هنا الاكستنشن 300 في الكلاينت ليفل قايل له نان. نان يعني ما يقدرش يستخدم الابلكيشن ده، ممنوع ان هو يستخدمه. لو عايزه يستخدمه لازم اغير النان وادي له اي ليفل من ليفل زي دي كلها ليفل، يعني نوتيفاير اقل ليفل، يوزر عادي بس بليفل قليل، الايجنت هو الايجنت الطبيعي، السوبرفايزر يعني سوبرفايزر، واقول له تقدر تتراك وتمونيتور وتطلع تقرير على فلان وفلان، احدد له الناس اللي تحته. المانجر يعني هو سوبر سوبرفايزر، يعني سوبرفايزر مفتوح لكل الناس، مش محتاج اقول له انت سوبرفايزر على مين، اللي هو سوبرفايزر على كل الناس. فانا بدي له الباور بتاعته من هنا، اي باور بديها له. يعني لو قلت له انت ايجنت مثلا، لو جيت هنا لوجن ب 300 هيسمح لي في الحاله دي ان انا لوجن. خلاص بقى الاكستنشن ده مسموح له ان هو يستخدم الابلكيشن از ايجنت، لو هو سوبرفايزر يبقى از سوبرفايزر، مانجر از مانجر. يعني مش هندخل في الحته دي كتير، ممكن في اخر محاضره بس ندي تنويه عنها وايه الحاجات الموجوده في الابلكيشن ده. طب احنا كده خلصنا السيتنج الموجوده في الاكستنشن، ومنها خلصنا السيتنج الموجوده في السيستم بارامترز، لكن احنا اشتغلنا قبل كده وضفنا الاند بوينت، اي اند بوينت من دول ضفناها، وشفنا ان قلنا ان كل البارامترز دي ريليتد لاسترسك، ومش هنتكلم فيها خالص، اتكلمنا في حاجات بسيطه، لكن في فيلد لازم نشرحه كويس قوي ولازم نفهمه، لان هو بيديني باور عاليه في الشغل بتاعي، هو الكودك. احنا قلنا ان الكودك اللي هو الاوديو كودك، ان الاكستنشن نفسها او الفويب علشان نبتدي اعدي الصوت في الداتا او في الانترنت او في الداتا نتورك، انا محتاج اعمل كومبريشن للاوديو لانه حجمه كبير، فمحتاج اعمل له كومبريشن. وقلنا ان في كومبريشن بيتم عن طريق كودك، وفي اكتر من كودك بستخدمه في الكومبريشن ده. في حاجه اسمها جي 711 اللي هو في منه نوعين، جي 711 في منه نوعين فرعيين، في الاي لو واليو لو. قلنا في كودك اسمه جي 722 وجي 726 و29 وفي جي اس ام، في اكتر من كودك، وكل كودك بيفرق عن التاني زي ما قلنا في الكومبريشن، درجه الكومبريشن. ده بينزل الصوت لنص حجمه، ده بينزله لربع حجمه، ده الواحد على 16 من حجمه، حسب الكومبريشن بتاعنا. ازاي اصلا الكول اللي بتتم اكستنشن، بيتكلم اكستنشن ازاي بيتحدد الكودك اللي هتتم بيه المكالمه؟ يعني هنعمل كومبريشن للفويس باي كودك من الكودكس دي، فدي حاجه مهمه ان احنا نفهمها، مهمه كويس قوي يعني. طيب على سبيل المثال سين ده اكستنشن عايز يكلم الاكستنشن دي، احنا قلنا علشان الاكستنشن ده يكلم الاكستنشن دي هما الاثنين مش شايفين بعض ومش عارفين بعض، فبالتالي ده بيبعت الانفايت ريكويست من عنده للزندا سيرفر، سين الزندا سيرفر في النص، فبيقول له انا عايز اكلم 305. فالزندا سيرفر بياخد الريكويست ده يروح بعته ل 305. بعد كده 305 بيرد على الريكويست ده للزندا سيرفر، فالزندا سيرفر ياخد الرد ويبعته لي الاكستنشن الاولى، في الاكستنشن الاولى تروح بعت اكنولج للسيرفر، السيرفر ياخد اكنولج دي للاكستنشن الثانيه. الجزء ده، الجزء اللي احنا قلنا عليه ده اللي هي المسج رايحه من هنا لهنا من هنا لهنا، دي اسمها الكول انيشيشن، او شويه الريكوست والريبلي اللي بيتعمل في اول الكول علشان يانيشيت الكول. طيب الكول انيشيشن ده ايه لازمته؟ يعني هو مهم، يعني هو اساسا الكول مش هتقوم غير بيه، وليه يعني فوائد كتير جدا واهميه كبيره جدا، لكن من ضمن فوائده واهميته اللي عايزين نتكلم عليها هنا هي ان ديورنج الرسائل والكومنتس الرايحه من اكستنشن تو اكستنشن
كل اكستنشن بتتبادل مع الاكستنشن الثانيه معلومات عن نفسها. يعني انا وانا ببعت ريكويست للاكستنشن دي حاطط في الريكويست ده معلومات عني، وهو لما بيبعت لي ريكويست او ريبلي هو كمان حاطط معلومات عنه. من ضمن المعلومات اللي الاكستنشن بتتبادلها اثناء الكول انيشيشن حاجه اسمها ليست اوف سبورتد كودنج. يعني ايه؟ نفتح مثلا السيتنج بتاعت السوفت فون ده، هات السيتنج، هلاقي من ضمن السيتنج اللي موجوده حاجه اسمها الافيلبل كودك. دي كده كل الاوديو كودك اللي السوفت فون ده بيسبورتها. اوكي؟ وهنا انا بختار منها شويه كودك انا عايزه يشتغل بيها. يعني هنا مختارين ثلاثه كودك مثلا جي 729 جي 711 ايلو جي 711 ميولو. كده في ثلاثه كودك احنا قايلين للسوفت فون ده بالديفولت اشتغل بالثلاثه كودك دول. فلما السوفت فون ده بيبعت ريكويست للاكستنشن، الريكويست بيكون شايل الليسته دي، بيعرفوا ان انا بسبورت الثلاثه كودك بالترتيب ده. فلما الفون ده بيرد عليه بريبلي، الريبلي اللي رايح بيكون شايل هو كمان السلكتد او الليست اوف كودك السبورتد باي الاكستنشن ده او الفون سيت ده. يبقى كل فون بيقول للفون الثاني انا بسبورت اي كودك عن طريق لسته ولسته. فانا بتجي لي لسته كودك من هنا وليستد كودك من هنا، دي شايله السبورتد بالفون سيت ده ودي شايله السبورتد بالفون سيت ده. اللي بيحصل ان هم بيتحدوا مع بعض كده وناخد الجزء المشترك. انا باعت خمسه انت باعت خمسه، بنشوف ايه المشترك اللي بيننا، في اثنين مشتركين بيننا، خلاص يبقى الاثنين دول هم اللي احنا هنشتغل بواحد منهم. بنشيل كل الحاجات اللي مش مشتركه ونطلع بس الجزء المشترك، يبقى احنا الاثنين متفقين ان احنا بنسبورت التو كودكس دول. طيب هنستخدم اي واحد فيهم؟ هنستخدم اول واحد على طول في الليست حسب الترتيب المحطوط. لو في مشكله في استخدامه هننزل نستخدم الكودك الثاني على طول. يبقى على سبيل المثال لو الفون ده بعت الليست بتاعته بيقول انا بسبورت الثلاثه دول بالترتيب ده، ولنفرض ان الثاني هيرد عليه ويقول له وانا كمان بسبورت الثلاثه دول بنفس الترتيب ده، يبقى هم الاثنين اتفقوا على الثلاثه كودك دول بنفس الترتيب ده، يبقى الكول هتقوم باستخدام اول كودك على طول، هنستخدم جي 729. لو حصل مشكله هيبتدي تنزل الكول للكودك اللي بعده، لو حصل مشكله تنزل الكول للكودك اللي بعده. يبقى اختيار الاوديو كودك اللي هتقوم بيه المكالمه ده وظيفه الفون سيت مش وظيفه الكول مانجر. يبقى الفون سيت هي اللي بتحدد او بتتفق مع بعضها على الكودك اللي هتشتغل بيه. طيب في هنا مشكله، ايه المشكله؟ مشكله ان انا ككول مانجر عايز يبقى ليها كنترول على الموضوع ده، عايز يبقى ليها كنترول على الموضوع ده، مش عايز الفون سيت هي اللي تشتغل بمزاجها. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان كل فون سيت من دول طبعا ليها عندي اند بوينت هنا، يعني الماكرو سيب شغال بالاند بوينت دي، والزندا سوفت فون هو كمان بياخد اند بوينت بالاند بوينت دي. من ضمن بيانات الاند بوينت انا هنا بقول له السبورتد اوديو كودك، انا على سبيل المثال قلت له سبورتد الايلو واليولو. ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل طبعا ان الماكرو سيب وهو بيبعت الريكوست بتاعه طبعا ما بيبعتوش دايركت للفون الثانيه، بيبعته للزندا سيرفر الاول. فالزندا سيرفر لما بيجي له ريكوست يروح فاتح السيتنج بتاعت الاند بوينت اللي بعت له ريكوست ده، ويتابع او يشوف ايه السبورتد او ايه الالاود اوديو كود، لقى فيه اثنين بس الايلو واليولو. طب يبص على الليست اللي جايه له في الريكوست لقى فيها ثلاثه كودك فيهم اثنين هو سامح بيهم وده هو مش سامح بيه، فبيعمل ايه؟ فبيروح حاذف الكودك ده من الريكوست قبل ما يبعته للفون الثاني. يبقى انا باعت للفون الثاني الريكوست بتاعي وفي ثلاثه اوديو كودك، الريكوست هو بيعدي على الزندا سيرفر، الزندا سيرفر بيتلاعب في الريكوست بتاعي ويحذف الكودك اللي مش عاجبه ويبعت لي الريكوست للفون الثاني شايل اثنين كودك بس. الفون الثاني بيرد هو كمان بي اوديو ليست برضه بتروح للزندا سيرفر بيتشيك عليها ويشوف لو في كودك هو مش سامح بيه مش سامح باستخدامه بيروح حذفه قبل ما يبعته للفون الثاني. الفكره ايه؟ اللي بيحددوا الكودك هم الفون سيت صحيح، لكن في طرف في النص بيتلاعب بالبيانات بتاعتهم قبل ما يبعتوها لبعض، وبالتالي هو نفسه ليه كنترول بدون ما يحس، يعني بيسيبهم هم يتفقوا بدون ما يعرفوا ان في طرف تلاعب في النتائج علشان يفورس ان هم يستخدموا اكواد معينه او يمنعوا اكواد معينه. الكلام ده ليه او استخدامه ليه؟ احنا قلنا الاوديو كودك في حاجات منها حجمها كبير زي الايلو واليولو واستخدامها رخيص مش محتاجه ريسورس عاليه مش محتاجه بروسيسنج مش، فاستخدامها كويس ورخيص، ففي الطبيعي او في الديفولت احنا بنستخدم الكودك دي. لكن لو في مثلا اكستنشن موجوده في ريموت بارتي فرع وفي فرع تاني، بس احنا في القاهره وفي فرع في اسكندريه، ف
لو انا بكلم اكستنشن من اسكندريه معنى كده ان انا هطلع بره النتورك بتاعتي ثرو بقى الانترنت علشان اروح للفرع التاني، فبما ان المكالمه دي خرجت من عندي وطلع عن طريق الانترنت فانا كده عرضه للباندويتس، الباندويتس بيني وبين الاسكندريه اكيد ليميتد، فانا عايز الكول اللي تطلع من هنا تروح اسكندريه او من اسكندريه لهنا الكودك بتاعها هيبقى جي 729 علشان اعمل كومبريس على قد ما اقدر. انا طبعا يعني عايز بقى اضغط المكالمات قوي بقى في الحاله دي علشان اقلل الباندويتس واقدر استخدم التشانل اللي بينه وبين اسكندريه احط فيها اكتر من مكالمه، يعني مش مكالمتين او ثلاثه، ممكن يبقى 10، ممكن يبقى حسب الفلو بتاعي. فانا عايز المكالمات اللي تطلع بره الشركه للفرع الثاني فورس انها تستخدم الجي 729. طب انا الفون سيت بتاعتي هم اللي هيتفقوا على المكالمات، فلازم يبقى انا ليا دور في النص. ففي الحاله دي بعمل ايه؟ باجي على انا عارف ان الاند بوينت دي بتاعه فون موجود في اسكندريه، فانا في الحاله دي بروح شايل ده وشايل ده وسامح بس بالجي 729. خلاص نفرض ان هو ده الفون اللي في اسكندريه، لو جاي اتصل بحد من عندي بقى وبعت لي الريكوست فيه ثلاثه كودك، انا باجي اقارنه بالالاو ده الاقي فيه الالاو جي 729 والاقي هو بعت لي الثلاثه بما فيهم الجي 729، اروح حذف ده وحذف ده وسايب اوديو كودك واحد بس اللي بيروح للفون الثاني. الفون الثاني بيرد بروح عامل فيه نفس الحكايه، فبالتالي بشيل كل الاكواد اللي انا مش عايزهم يستخدموها واسيب بس الاكواد اللي انا عايزهم يستخدموها، فانا بفورس من عندي ان المكالمه من الاكستنشن للاكستنشن دي دلوقتي هتستخدم الكودك اللي هو جي 729. اوكي، يبقى انا من عندي من هنا بقدر يبقى ليا كنترول على موضوع الاوديو كودك علشان لو عايز افورس اوديو كودك معين ان هو يستخدم.